السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرمت الله هدي الدمج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صومالي واسكت غانين كرمت الله هدي اسكدمي ساعات انا هدا صوغر ايرليان لايف كسو قل جري هالي هذا مركا قدومي هدا صوت ضاهي وين كا ريال قلنية سودو هذا من والباء جوكتي وحان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي ودن به مقالة مقدشو مدحوين محمد عبد الله فرماج وربحين أي إنك جاية بنام بحيد مقالة مقدشة كذا أي سك أيضا وربحين أي إنك جاية سد وهذا أمش أكو جدا أمش هذا أو صار يوسف ورسام أكو حيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سد وهذا سعبتي القيمة هاي قا لاستيكين شحلي ما هو غرنا شحلو ها ناشك أحمد أوك سلامي سعدي عبد أوك سلامي إلياس قاسم أوك سلامي أحمد علو أوك سلامي نشك أحمد وعليكم السلام. أسد بر يوسف وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بشير عبد الله حالي رادا فرح هون عبدي ولي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ملو البقى جوكتين مشار قريني سلام عادك ربح سود وهذا ملو البقى جوكتين وحان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساسا عنكو حسوس ناكور عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عاو والله محو يري يقو علي عاو والله معيرة عاوة وحالة ليه إذا ما جرنا يسودي بها إذا ما يسودي بي إذا ما يسودي بي لكن مبنى إلا شن أيالي إيشيغي سيدا ورركا آن كوم مغلاي شن إذن كي عبدالرشيد جرن وربحينا ينكا هيا عبدالرشيد جرن هذا نيروب أيو جوغا نكي عباس قري ها ساقي ماشي ولي جوغا ماشي قريلي ماهد ماشي عمال ويديني أخيني أي ولي كسوغا يهين لكن ساقا وحالة إيشيغي نو نيروب آدي oo balan qaaday inuu kis maxan lahay ila balad haawo oo qabsan doono marka wararka caawo balad haawo aan keliya wax lay sheegay ilaa shan nin oo ciidankii Cabdirashiid Jalan oo hordhac u ahaa inay soo dhiibeen oo wali al u badan dhalinyaro marka Yusuf ma san tahay boqorka Muqdisho. Waalaykum assalaam ladan Axmed Qasin boqorka Muqdisho. Waalaykum assalaam Faarax Geel. Waalaykum assalaam marka dadku sii sheegayaan askar waa ma san tahay فارح وما سنتاي لبيه طبعاً أنا جو ما مغل لكن شن أيام مغلي لبيه طبعاً ديهين وما سنتاي فارح وما سنتاي مرك قفكي مرك وما سنتاي قفل بوا حرب وعنا وعديو لبيه طبعاً أنا جو ضد كل شيء إشي يعني واحد أنا أم مغلي وحنا حريري لين يرضى بلد حاو أو هو الرئيو تليها إذن كبوليس كبلد حاو تليها نوصل جدا بلد حاو إيو قدوميها بلد حاو إنت بوحي عقيجين إني إذا ما قاري إلا الشن أي سودي بين مركا شن تضبط كلنا إني كده بيمادين ما غانو مركا دتك وحان ربا ما يو سديد ساكي أف ساكي سديد لبيه طبعا thank you مع سنتين هنسكدي مركا بل إنا قد كتلفون كبل واحد يسوق أنا إني حقيقي واحد يسوع أنا إني حقيقي جنائي وحير يسوع walaa oo qoray raal leh hada asan ka soo jawaabi doona duu ila yiraado waxaan rabaa dadka inaan qanciyo oo uu oo dad mas'uuliyiin oo gobolka jooga marka wax yar dulqaata idanka isii
خلي هذه يا قرالو يسو دري كاس waxaan rabaa inaan ina xaqiijiyo een qofka u jeeda meega u jeedin waxa hadda qadka si toos ugu jira afiyanka wakaas wuxuu yiri caawo sideed thank you afiyan thank you ma san tahay hadii aad waqti u hesho een live aan ku jira adoo ma san een live ka iga soo qabo ma san tahay thank you wuxuu ii sheegay cali jubo oo hadda qadka si toos ugu jira wuxuu ii cadeeyey 8 waa kaas qoraalkiisa codkaan u duubay 8 inaan aan u sheegay qof walba oo soomaali inuu sidaas ogaado wuxuu yiri gudoomiye waxaan ku jiraa xiriirin qadka maamulka ah markaan kasoo baxaa ayaan kusoo qabanaya tankii marka intaasina ahni inay xaqiijiyaan rabay وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا يعني قبل كده يوم قال هذا مقدسي ما أنت ديلي ويدي قبل كده أنص على دغدغة قيس ما حكى قال أبدي ذا يعني كاهي وأنا جابين دولني شيء إني عبد الرشيد جنان يونيكي أباس جري يال كاس إذا بقولي زدتن يرتجني كا وإذا ما ذكيني ربنا يعني سوري حان أو دجال سوى دجال أسوأ هذا وربحنا كهلي جريلي ماشي اللي هي marka waxaan rabaa marka inaan cadeeyo in hadda ciidanka isoo dhiibay caawa 8 cali jubba afiyeenka gobolka gedo wuxuu cadeeyey uu hadda isoo qoray 8 inay yihiin marka wixii kale oo dheeriya ninka cadadadiisiin waa maasantiin waa maasantay thank you marka qof walba intaasaan anu xaqiijinaya marka ninkaas cabdirashiid janna waxaa la sheegay inuu nairobi aaday oo waa xanuunsan yahay beerka allah ku dhuftay oo halkaasi u aaday dhinaca caafimaad laakiin uu soo noqon doono hindiya waa kuu jeeda cabdiraxmaan askaradna waa kuu jeeda dhammaan intii kalena waa inii wada jeeda marka videoga sheergaray hadduu ilaah yiraahdo marka cabdirashiid janan iyo axmedoobe iyo kenya waygu wallaahi waygu billaahi waygu tallaahi inaysan caano ka soo horin bilad xaw caana kama soo horeeyaan taasaan aan inay xaqiijinay ciidan awood leh oo ku filan oo qalabkooda u dhammaystirinay iyo tababarkooda waxa la isku dilay waa tababar ciidamada kenya iyo ciidamadeenna gorgor iyo darab isku awood xataa maaha ciidanka gorgor iyo darab oo bilad xaawo ku sugan wallaahi oo billaahi watallaana indhihi kusoo arkay adiga xayawaan oo meelba aadinaa tahay iska fadhiya qabiil iyo quran ka buuxe bilad xaawaan tegay bal fiiri balad xaawo ayaan tegey waxaan ku tusayaa wax yar ii dulqaado waxaan ku tusayaa aniga balad xaawo inaan tegey iyo waxaan kusoo arkayba intaan kaaga xaqiijinaya thank you
waan xilmad xilliga kor ku hadlaya magaca dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibadda waxaa in leeyahay meesha waxay u joogtiin haddii lacag jirin ka goosto haddii lacagtiin kasoo daaro haddii biyahan kasoo daahan waxaad u joogtiin shacabka soomaaliyeed intaas ayaa inkugu dhawaadinayaa waxaan ka codsanayaa xuduudkan yaa laga soo bixin aniga waxaan u taaganahay inaan mar walba in dhiirigeliyo ciidankan meeshaas aan taaganahay waa xuduudka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay joogaan oo gobolka gedo beledhaw wallaahi waxaan la joogaa waa gorgor iyo danab waxaan ugu khudbeynayaa oo halkaasi u tegey inaan ciidankayga soo dhiirigeliyo maaha nin iska sheegiyo iska faanaya ciidamadeenna soomaaliya awooday leeyihiin ciidamadeenna hala taageera maahi noocaas aniga waxaan u tegey inaan indhahayga kusoo arko awoodda iyo tayada ciidankayga xoogga dalka soomaaliyeed ay leeyihiin gobolka gedo indhahaygan kusoo arkay oo ku kalsoonaa isla maalintii beled xaawo dagaal laga soo qaaday maalin dhoweyd intaa leef inii soo galaa inii shagaar waa hareereysan yihiin saacadaha soo socda leefka ku xiga waxaa inii soo bandhigi doonaa meydkooda iyo sawiradooda iyo kuwa isdhiibay mayn dhaha mayn dhihin beled xaawo markaas xabada ka socota ma rabo dadku wuxuushtaa wax magarashada ani lama hadlaya dadka aqoontalaan la hadlaya ma isweydiisa meeshaan ka keenay oo dad badan ay la yaabiyiin gudoomiye xabadaa socota ciidamaha soo galaa leeyahay waxaa noo sheegaysa maxay tahay dadaa taleefka iga soo wacay adiga waxa soo socda ogow adi nimanka waa hareeraysan yihiin aniga dabaqii aan deganaa oo u dhow xuduudka iyo shirkadda hormuuday galeen waan lagu hareeraysan yahay saacadaha soo socda meydkooda ama iyako nool anaa inii soo bandhigay maxaa ka dambeeyey iyakoo xabadka dhulka loo dhigo baad lagu garaacayo lagu istaagayo iyakoo dilifta ka muuqata oo nin walba leeyahay sagaal sanaan la shaqaynayay isku qabyilaan ahayn waa iqiyaanay baawuru isoo saaray meelaan aqoon iyo dalaan aqoon ugu soo diray ilaahay waxaan ka beri inaan dagaalkaas ku dhiman odiga weynaa waa maqlayseen bal warkayga dhegeyso anigu haddii aanan ciidankaygii dalkaygii dowladnimadeedan ku kalsooneyn beled xaawo ma tegi lahayn waaye maxaa ku xigay marka dhiirigelinta beled xaawo maxaa ku xigay waxaqadkaa iska xun marka waxaa inii sheegayaa ciidankayga xoogga dalka soomaaliyeed oo ku kalsoona waxaan ka codsanayna videoga sheergaraysiin way kaas aniga waxaan garabka ku hay waa seven qoliga sevenka la yirahda waxaan gacanta ku hay waa kaas waa barta aan ku suganahay igaraa lahaada inaan intuso waykaas fiiri dadkaan yaa qaadan doona marka waxaan kuu caddaynayaa kuu sheegayaa barta aan taaganahay waa barta xuduudka soomaaliya iyo kenya meesha haysta ku qaadano ciidanka aan heysaha ugu soo tumanno oo beled xaawo ani indhahayga kusoo arkay wallaahi oo billaahi tallahi inaad aanan ka cabin wallaahi isinka ilaahay inuusan kaasoo horin jilaa rag la yaqaano awood leh oo tababar leh ayaa beled xaawo fadhiya na rag haddaata cabdirashiid janan iyo axmedowow soo socda iyo kenyadiina soo socda aanaa inaka yaalle isinka ilaahay waxbadaad dhiminaysiin xabadaa dhiminaysa xabad sida layniigla waa aragteen intaasoo kunaaleen ka qabtay maanta sideeda ay soo dhiibtay brikwa kale wax inii dagaalamaya male ilmaha yararka intaad gadaal kenya kasoo gelisiin iyo ciidan kalaa ninkii soo jeeda xabad lagu dhufanaya xabadda gale leeyahay aqliga isku badbaadiyaan waa leeyihiin aqliga kusoo baxsadaan waa leeyihin waxaan leeyahay kasoo taga wacalada kenyatiga iyo axmedoobi iyo deni
iyo sheekh maxaa la yiraahdaa cabdirashiid janab iyo cabaas guri ka soo taga uu imaada dalkiina uu imaada maalinlaa maalmaheen waa guulaysanaysiin, qarankiinaad daafacaysiin, dalkaad wax ka xoreyn doontiin, qarankaadu hari doontiin. Balad xaawo ana meen kaga soo horreyn, intaasaa in leh waa maasantiin ree balad xaawo garabkiina ayaan ahay, waynii taaganahay, guulaysta hore u socda. Waxaan rabaa inaan galo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa guulaystay, madaxweyne farmaajo waa guulaystay. Fiidoga sheergaray asxaabe, fiidoga sheergaray, waa mahadsantihiin fiidoga sheergaray. Meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Meel walba aad joogtiin intaas aan ka codsanayaa, waa mahadsantahay. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa guulaystay, waana soo noqonayaa anaa inay cadeyna, waa soo noqonayaa geesi geesi dhowaan. Waxay niman ay bahalkii ka gamba jireen oo ka cabsoon jireen adeer madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aqoon u leeyahay 13 xildhibaan oo gobolka banaadir oo baarlamaanka soomaaliya ka codsaday oo ansixiyey waraaqadiisii loo geeyey baarlamaankii soomaaliya kama hadlin markii loo codeynayey ee laga taraasulayay ee heshiiskii la taageeray. Wuxuu ku dhiiraday oo geesinimo u qaatay, go-aan geesinimo leh ninka ragga marka loo baahan yahay, go-aan geesinimo leh ayuu qaatay inuu u huro shacabka gobolka banaadir ee isaga la markow ka yahay. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gobolka banaadir isagaa ku dhashay, isagaa ku soo koray, isagaa ku barbaaray, isagaa hadda madaxweyne waa. Wuxuu ku dhiiraday geesiyaal ii sheeg maxaa la yiraahdaa gobolkan banaadir oo qarankii u shaqeynaya oo dowladdii u shaqeynaya marka uu arkay wuxuu go-aansaday, bal warkayga dhegeyso, markuu arkay ra-iisul wasaare Roble, markuu arkay Fahad Yaasiin, marka uu arkay Saadiq John, marka uu arkay saraakiisha gobolkan banaadir matala, bal warkayga si fiican u dhegeyso, ee garabka u taagan dowladda daacadnimada ugu shaqeynaya in uu meel cillaa sidii kuwii hore gobolkan uga tegay usi uga tegay. Go-aan geesinimo leh waad arkaysiin imaamka Abgaal caawa. Imaamka Abgaal ma arkaysiin? Adan anigu baasha hore inkugu sheeg, baashan qabiil waa ka dhammaatay, waa qabiil la yidhahdo dalkan waa ka dhammaaday. Ogaaski Abgaal ma ahayno miniishida hadda mini tusaa imaamkii Abgaal igraalaada imaamkii Mudulood socaawa maa wax shir jireed qabanay ku ammaanay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Adan hore inkugu sheeg qabiil waa dhammaaday, qabiil wax la yidhahdo waa dhammaaday. Wax lagu geesinimo ninka ragga maalinta aad u baahan tahay markaad ku badbaado waa la xusaa. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo annagu u baahan ayuuna badbaadiyey dalkeennii iyo caasimadeennii oo Muqdisho galaysa, matalaad aan lahayn, aqoonsi aan lahayn, cid u naxasa aana jirin, baarlamaankii ka tegey, kuwii iyaga u dhashay ay diidanaayeen, go-aan geesinimo lagu qaatay. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi nafta aan hurno nafta inaan isaga inuu soo noqonay. Wiiga soo socdana magaalada Muqdisho barnaamijyo lagu taageeray oo dhalinyarada gobolka banaadir oo aniga aan hogaaminayo ayaa ka dhici doona barnaamij lagu taageeray. Wiiga soo socda barnaamijyo lagu taageeray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayay dhalinyarada magaalada Muqdisho gabdhaha iyo wiilashaba ay ku qabsan doonaan in magaaladan lagu taageero, loogana amaan celiyo. ilaahay dadka wuxuu u jecel yahay qofka intii abaal loo gudgudi waayo ayuu dadku ilaahay u necbiyay. Kuwa naarta gala waayo qofka marka uu kaa soo saaro god inaad ilaahay ugu xamdis, ilaahay kuusoo diray. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalkan Muqdisho kasoo saaray, Muqdisho kasoo saaray, iftiin uu keenay, ciidan uu dhisay, mushaar uu siiyey shaqaalihii dowladda, hal mushaar firi. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isu yimid 25-ka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, mushaarkooda waa qaata, shaqaalaha dowladda oo dhan waa qaata. Marwarkayga si fiican u dhigiso, madaxweynihii ka horreeyey 7 biloodna shaqaalaha dowladda lacag lama siin, 9 biloodna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lacag lama siin. Firaadi aw 4 sano uu joogay, 9 bilood san walba ka jira, isku dar 4 sano uu joogay, san walba 9 bilood ka jira. Wixii mushaar ka qaadanayeen 3 sano 3 bilood, sanad walba 3 bilood, waa meeqo sanadkii 3 bilood?
سنه كلا سدح بلاط سنه كلا سدح بلاط سنه كلا سدح بلاط واميغو مرك واميغو وهلصم لاقي اللي يسكو عليه وهلصم سدح سنه مشار الان هاي هم عبد الله فرماج سوق من المشارق هذا يعني ضل كان دبليو اف بي محلها هي بلانغاتاس بشعص واحد يراد مغشي كم جيران هذا قال اسك سعود باور لو ورديني ولي قال لك دبليو اف بي بشعص يلا غير تعسي كم جرت ضل كان واحد وقبتان مالك وهذا اركسين قضي جديري اني ما كان عصر يلا وكور يجيني راشين ضل كان عبارها اي شباب اي ريامين راشيك اي وقادس مروكي ريس ما انت تضل اي ضد ما انت تضل اي ضد اي مرح وانا سنه الهنا واحد من دنينا وقيسي والله وقيسي قيسي دلي قو ان قيسي نملي ايو قاتي قو ان قيسي نملي ايو قاتي مدحويني محمد عبد الله فرماجو ددكو حي مودان سيده هوري والله ما قو ان قاتي واد اركتن بلان نمكي صومغا عابين والديدي وسير كارمه غدا و خوي لا نافت لا لافت يروحان قشنكا ودتين لا لافت عيد انك يير سمال روكي سيفا اودغيس دولد الصومالي قو ان وخي كو غارتي ان ان عيدمدا كين لغا سارو افريكان يونيون روكي ريس جي قو ان جي سينما لا نكر غا ماركو او قاتو وريا وخي كو ديرن غلين وايين وخو شيخ شريف وخي حسن شيخ اي كو ديرن وايين او نيمان هويا ايو مدحويني محمد عبد الله فرماج كو ديرده سدحي طون حليمان اتك محمد عبد الله فرماجي سينه حدا ديمان لين يا داد بوقتين لين يا داد دبق اسك تور لين يا داد استورين لين يا داد شي شباب كي قرح اسكو خير لين قرح اسكو اما قال اسكو قرح الا شباب اسكو خرحنا ولا واي اللي ممكن جزيره كوجي عيالك خون قال عقتي ني قيبني قرحي كو خير اسخرحيانا الا انت لك لما هيسين هذا ني كان ني كان ونين الهي اقلي مسكحسي مالو اسكو ديسن ماي ما انت ميل لو ايدي كرو والله او بالله او طلعي حدي محمد عبد الله فرماج وكتب سمارو دمات ما انت واحد لو ايدي كرو او ما انت لي كرو مدحوين محمد عبد الله فرماج وحسن او قبل ما جبت مشاركي اسغ وحق ولها ايو اغون كقودي انو حولها مساكين تا عنو ايدن كحوغ دلك الصوماليه شقاله الدولد واسك حرنتمي مصماس ان لا دغالم او حوله اسلاميد لا عنو فرماج ودي حاجه الله خير كي تغدا الله خير كو وسي قبل كبلندر الله خير كو بدن او مدحتويد كشقي الله خير مصماس يا لو سو ايدي اغا سميال كوي عافمات كوي عافمات كو سيركو سيركو ايغينكي اغا سميه كي ماليد انت بحبسك لقي وسيرد بسك صارت حقي اغاسمي اغاسمي كوينكي وحي دندور اي 20 وقال الحكومه ارتين حبسك دحي كجره نون والبا حلي اسفرو ادي اسفرو لعاقي لين كسويدي دب اسكو فرت ادر دلكا وباهني كان دلكا وباهن دلك لكن سومالي وا عواندي خولد خوله ما تقنا خول والله بالله تالله سومالي وا تو وموريان وحارن كنح من الربان توك توك دشوا كوان ماشي كجيب وريا حسن الشيخ واحد لقى وين مقام كان قبل كبنادر ناصمي بكاش كل قرو ون قرو تو رن قرو حي قصيني قرو هذا محيه ساني ما هو هياد ما مولا كجير ما مولا كذا حقو تمني سخوني حقو نقبتي دتك دوربي او عن شورتي كوكردي لعد شل سومالي انا كحري مريري قرو ون قرو تو قرو ون قرو تو مدح وين مسلمين كت وريا الدني نيكي صوعي مدحوين فرماج او يري مركي برلمانكا متلادة او اقلاد انو يلاد مدحويني ما انت برلمانكا وحفر ايا يالا انسيحين قبل كان بنادر وراي ارضي يتقرني وعبشنت حالي مسوعب تالي حالي باش ما كيسو دلوقت وراي ارضي يتقالي تلافر وصوقع تقدميها برلمانكا صوعي وكان سالي ماشان برلمانكا بلان ما مدالي او عد او قدميها برلمانكا مقلي مغالان كاين او نو قجري فيسبوكي دين اهينا مروكي قريس ما ديدي كرتين هذا ما ديدي كرتين ديدي هذا ديدي هذا ديدي كرتين كرتين مدحوينك صباح والله وبالله وطلاه الديد كرتين يسجن مسلم هذا الله يسار والله مقعابيا وإيمانيا سدح يطونك محمد عبد الله فرماج جب سدح يطونك وحال لدورنيا والله وبالله وطلاه إني ما نبضي من الله سدح يطونك ما رأيني شيء أدر داغده أسكس وطور داغده الديد كرتين مالي الديد هو أخواني أولي بكان أولي عبد الرحمن عبد الشكوري يشيخ شريفي ديد أنه لم يدسوا إستاقى ديد كرتين ديد كرتين إمامك أبقى العاوة دي سنسين أما أنت كده عسي مدحوين فرماجي وكو أماني روكي قريس هذا القوان قيس إنه ملوغات
شعب كان يدل كان نكان واجعليه شعب كان يدل كان نكان واجعليه أنا كان واجعل لاي إد إن ربطنا مالي إد بني آدنا أو إن ربطنا خبيراتي مالي مدح وين سيدان نويا لي وقت ما تحس سيديد فبوري دل كان دورشو آديا واحد ليسك أقلاني واحد ليسك قصبي خبيراتي مجي نكي دورش ربها آد نكي ربيني أدر بقى حانت ما هي إلمي قعنت قونا كان سادة داركين أدر ماشان دل كان دولة دا كتلنا قرنا كتلنا إد بني آدنا لقي يلي مجرتو إلهي حافظ وقيسي قيسي دلي قوان قيسي نمال وغاطي قفك بني آدم كان انت نوش هاي أبل كيس ولا شيء مرك قول انتو وحبك وترمى هم عبد الله فرماجه وحي كل يرن وين نمن هوية هذا نمن هوية وحي كل يرن وين كل يرن جيس جيس الله نمن هوية وحي كل يرن وين ودل كودي دل كودي سيستم وراح عندنا حس على غير عمل نبي كان الشيخ شريف يوجد يحس على غير كله واسكمن هوية ولا واسكمن نيك قدر بدل كان سد حسن يبر أو قد قال لمي أو أنسى ده إني نوح الصباح يهوية أو ضدك التوجة ضدك يعني أنا ما أعرفش قلني أنا أقول الله ما جاي ما ده مزوينة ما أنتوا ده فديه ما أنتوا ده فديه بروكي ليش أنا ما أعرفش قلني أنا أقول الله ما جاي أنا أقول صن شعب كن أنا ما أعرفش قلني فقي احتاجنا ما تويد وكاس الباب كان الكفرت أذوي ما صلاة وحيدا ما تويد قدر كبن سيد عيال فعلي وقيا وليجري قدر كبن كلا نبغى نكون ساس ليجري أيوة ما أنت أحفظ ليه والله وبالله وطلله أنا محمد عبد الله فرماجه هو ينوع وركي وعدي أنا أنا محمد عبد الله فرماجه كبرنا السجى وحنوع السجى قبيل نوع السجى قرن نوع السجى مذهبين نوع السجى آب نوع السجى كوا أضيع سنة قوانك وقاتنا عيد غادك تمر هذا قوان جيس النمل ومستقبل كيس ينلش يس الدنيا غرا يقات ما من نوية غادرنا بنت رزقول بنت لسكوشية ما بنت لسكوشية هذا بنت في حال لسكوشية وأكاس إمامك أبجال إيو نبغى كمان تا دتك عاد كوارث برنامج حيدي إلا ميسان كملاي إلا حمرويني برنامج حسكو صباحين أكنت أجري المدحوين فرماجو هلا دي ده اللعب بروي وهنتي ده دي اللعاي أو نبغى أنت كيما دم بلان إيو إيران مجانا إن تكده حسك الله دشان أو ويراد في سنوزارنا هنتي دي تكده تالي بلان كور أو إذا علق الدوبة يقول لي والله يعني مركان رئيس الوزراء مركان رتكوشة بالله وحي قادة وحي إسرائيل أنا ما مركان رئيس الوزراء ده ما إين نغني أنا ما أوحي نغني أو الصومالي حلق نغني وسلم هذا الله يسعد لما شاكيه عبد الولي قاسي عبد الرحمن عبد الشكور محوها شيخ شريف شمبلو شيء شريف استكيني دل كان هندي وحكا نغضان ومد الصومالي وحان الله استوغ استوغ والله وليا قفك رقا وحال ربا وحال ربا سيدا سيدا قدومي هوري برلمان جواري وريا فيري ولي جيس دولد حكم الشيء ولي جيس معنى انت دولد نسكول عدين ومدهويني هيري مدهويني محمد عبد الله فرماجه وحوقي لوكو بريا ما انت ريسي لو سيارك لما قعاوي لباتك لما نكان ايدا انا كاعصد اي تنسو ويو يو ماشي وكو تنسو لفريا حق ما قادو عيد امطل اذا علم هل ما نلو بلان قادو محالي المتغانا ريب بلان في النوليال وحيك ريادين هيموت والله ورا يستحل يري ريزولوس قدامي هرب برلمانك جوار يور في عنا وما مغلن سيدي الدول ده سكون عدين أدي سكون حماة الدول ده ملحون أسلق جرتين وحير يعني الدول ده الدول دي دي واي وحول بعد عنا وقت ما تي هذا ما هويني ريزولوس زاري قدامي برلمان وشقين يجري شغف في عنا وصعتها وهي سؤال ده كويدين دول دي هرب الدول ده محوك الدوين والله هنا البيك شيء والله ضد قصة ما لذوق داونيا بالوركي سيف عن ليش بالوركي سيف عن ليش بالوركي سيف عن ليش وحويري وحويري بالوركي سيف عن ليش وحويري دولة دي هرا يمدان وحكوك اللي بدليه بالوركي سيف عن ليش وما سنتي هذه أشعب كسوماليات بقولك وما سنتين لما ضد كحون كهدو وقذال كفير دهنا قفكم الجديد يسقري أن أركواي وأنا كذا ما علني وأنا ما سنتين إدلقت كوميدي أنا كومش خول مرة وصوتها هذا الكائن لومي جواري مركو حير الدولة ده مستيار دولة ده وحير هيكل دول نمي لطيم جواري وقف كان كهلا ونولي قرالان وقرين دم بيشي جاي أنا فرماج بينكم التاجر برات حقيقة كنت تاجر وحير دولة ده والدولة دي سوء اللي سي وركي يسيف عن ريس
والدولة دي سوء اللي سي هيكل دولة نمو، هيكل دولة نمو، هيكل دولة نمو، دولة دي سوء اللي سوى ولا وركي سفر عن ريس تلفون مراكنا يسوى عيرا لاد مركو حويري قال هذا يقدر ما يلعس كسرتوي قال هذا يقدر ما يلعس كسرتوي أنا كم مرة كان جوني قال هذا وحنو يرين جبتوي قال هذا نفرق لين جبتي قال هذا حفيسنا نقول ما جبتي قال هذا وحنو شيء جبتي وجواري ونولي لكن دولة ده وحلا تمديو هيكل دولة نمو وحليه هيكل دولة نمو أنقوف وصر ما قاعد دولة نمو أو شرف له أو بيش عالمكم ما لسك سارين قال هذا يقدر وحيل هذا أفارين ومسو قل كرتين مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحيابها كل اللي إنه تناسلو انتي واحد لسكو قبطة ما ملاذ واحد لسكو قبطان واحد كان إني شيء أنت صعوك على إن قال إيه الاحتمال محل هاي شيف سوان ينكي محا يموت إني ماشان صالح قرار وهدو دي إيرادان دول دي اسكو كاني ودي دي السقا الصومالية كوالا فريانا الصوماليين لحظة إني تناسلان لسكو أقام أحمد وبي إدني تناسلي قال دي ديستاني محمد وبي إدني إني ما كان جسيرو كجرة تناسلي قال دي ديستان وحي تناسلي هنوانا مدفين محمد عبد الله فرماجين انتاس ما لنتي كرسي أوفر ديستي إلا أبتنا وح قالا أو صالح قال مجرته خلاف الدولة دان سو قاري أما الرئيس الوزاري اللي قدني أما أي شيخ محلي الرئيس الوزاري اللي قدني أما قدميه برمانك اللي قدني أما تابع حلك الله وقاري دولة دان وح قالا أو صالح حق الشاوي راتي مجرته بروركي يسيب عنه هيكل دولة نمو اللي يمادين هيكل دولة نمو أي اللي يمادين بروركي يسيب عنه رئيس وحان روا مركي قفل بو إداواني إنا أشيغو أمانتن نيكا أماناي ونيكي دولة دي اسكود عين حيلك غاد مدحبين محمد عبد الله فرماج اللي ما فرق لين قال اللومي ييري حفيسيس قال ما تمادو مركة أو إماناي أما وفود وسيرك وحاد تقي وسيرك قاشان لك دالك يوكي أيها تقي لحتيد الوسول يوزا أركسين أول نوح اللوغو تقي جري حالان مدحبين نيكاس أقوب بها ناليري أوكي يما دوي السؤال ويني سفير كي انجليز كي على السعودية انا سفير كي قال ما انا سفير كي انجليز كي على السعودية لبدو دي احتيد لو سو دوي اول لا سدا اي خبان حالنا لو يرجو مدحوين فرماجو بها حالنا تلا ساسا الرومو ما دين اد والبا او ربتا سفير والبا او يمادا غاشانيك والبا خبرتا ربتا داربتا او ادي waxay ku taala ilaahu u yimaada madaxweena ruushka daarto madaxweydana imaanay madaxweena hor gurigiisi iyo wixiis ka soo baxay raaska lagu inta lagu fadhiisana oo lagu soo gelinay oo lagu sii oo lagu fadhiisana dad waa iska tagay wuxuu leeyahay sharaf iyo magac iyo wuxuu leeyahay inuu magacii Soomaali soo celiyo maanta xuduudaheena dalka wax xiriin xuduudaheena dalka wallahi oo billahi oo talaa waxaan ku soo arkay doolo xuduudka doolo waxaan tagay doolo Itoobiya antay waxa ka soo qadeenay waxaan ka soo cabnay bun qofkii hadda ifirsanaya fahmay waxaan ka soo cabnay bun wa ka soo cashayni habeen dhan waxa soo joognay dolo dolo Itoobiya way hamar buundada marka buundada dolo yaacho ciidamo waxa joog Itoobiya yaa la jooga ciidamadii military ee Soomaali xuduudka waxa mar buundada waxa mar wax baawur ma mar baawur oo raashin wadan ka wada anaga baawur aan ku gudbiyay gaari technical nawdi iyo gudoomiyaha gaarigiisa dolo Itoobiya aan lagay cala jubi aan la socday oo wallahi way firsanayna bi ku sheegay halkaasan maalin dhan soo joogay waxaan ku soo arkay ciidanka Itoobiya gudaha markaan galay ee ciidanka Soomaaliya oo saddex joogo xuduudka dolo Itoobiya aqoon ku hadlanaa ma adiga uliya meel maada tagin xamudana ina muqdisho ka sheekeyna adar gidan ka sheekeyna dolo buundada webiga maxaa lahay webiga magaciisa ishe daawo bundada kisa kaysa waxan ka hadlay ciidamada Itoobiya jooga ciidamada military Soomaali la way sidax joogan way waya wariida ka mahiini udum ciidamada Itoobiya way okay dameeraha markay alaab ka soo daldalay si nabad wada degna waxa la ii sheegay wallahi oo billahi nabi nishin waxa la ii sheegay in Cabdirashiid iyo Axmedoobi ay halkan ka qaadi jireen dadka loo gudbin jiray Itoobiya lagu soo cadaabi jiray halkaas lagu soo jirjir jiray qaar kamida webiga lagu ridi jiray geedka aan fadhino oo hooska oo geedka cambaha waa geedka Cabdirashiid Jan
هوية كميدة مرك إلهي وأوي هذا بين شيء إلهي وي أوي هوية كميدة أو ماشة الشاه نوك أنت ما ممكن أبون وك أنت أيا ما لي ما لبها كميدة وريس إن قصك وريس قصي إيدي دي إنها مخالف دو كوس ماشي رجك لا وهي ترى هل كان أي ولي يجوا يجري أحمد دوبي هل كان أسكو أرني عبد الرشيد جان هل كان أسكو أرني إيه نمك كرول الله دجالهم هل كان يجوا يجري والله عري جيت كان برتاني في ريس يجري dibaato badan meeshan ka geysteen meeshan maalmo walba dhalinyaro xabad kale u dhigi jiray qaar wabiga lagu ridi jiray qaar inta la marsiin jiray maalmo walba meeshan hadda saytaa wili maartay tirada meel aniga ma qabri aan joogmo taqaan oo yaraan 2 weeks ku dhawaad dollar waa joog hay tirada inta joogto wili nin gacmaha ka xidhin meeshan la keenay maartay tirmay salig dollar salig u leey ninki la soo qabto laga shaki saliga la geeyay wala soo baaraya hadii cadeemo iyo axmedowi waxaas laga helo markaas ka bacdi waa laga hadlayaa wal raadinaya cadeemanka haddii qofkan qof Soomaali ah laga shakiyeen dadkiisii lagu raadiyay la sii deeyay ma arkis inaad geedkan la keen ay tirmaash halkaan la dhigay dadka qaar kamid Itoobiya lagu gudbi jiray wallahi inaan bii ku sheegay in wankan ma aqaanay tir halkaan ka ganacsada hooyo maanta dadkan meeshan wax dareemayaan nafis dowladnimo dareemayaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo marka uu yimid gobolka gado naftaas soo gashay burkiis naftaas soo gashay ayaa ka kale shakiyeen in dadku dad xabadka dhulka loo dhigay nin noola wabiga lagu riday aniga wabiga qarka sawirka galay kaasana urgudoomiy ka soo arab iyo si xaas ku tufin waa naxiba xaaske waaga ibriim abarna lagu ka jirinay jaa in la qaata mudan in wabiga qarkiisan tagna hadan wax dhac biyan ku dhexleena waxa hadan hadda ku dhacdo lagu soo qabanay hadhu laakiin yahaas meel ku dhow yahay aad u naxay dadka lagu riday jiray kama la way ku xiran abdulshiijan iyo axmedow shaay ku dul cabi jiray ninkiyo wabiga intii lagu riday yahaas u sii qaadanay oo cabaarka bacdi arkay dhiig meeshii waxa ku cabi jireen bun iyo roorkii dhibaatada dalka uu soo maray madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo marka uu yimid dalkan wax badan ay isbedelay madaxweyne geesinimo leh madaxweyne go'aan qaadasho leh madaxweyne naxariis badan madaxweyne aan ogoleynba in gaalo soo dhex gasho gaalo in soo dhex gasho ma ogola isaga iyo hadii maanta resolution roob isku dhacaan in la soo dhex galo xataa ma ogola isaga wax walba ka tanaasulay ruurkii si fiican u nigis hadda alxamdulillah dhibaatadu waa ka baxnay raisul wasaaraha nabadii noola keensanay raisul wasaaraha shaqeynaya keensanay maanta magaalada muqdisho iyo dowladnimada soomaaliya maasha allah go'aan geysinimo leh go'aan aan weligeen go'i doon weligeen wallahi inaan filayn wallahi inaan filayn ilaahay waa bari salaad jumcaan tukaday ilaahay u bariyay in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban isaga xaaskiisa arurtiisa u sii ilaahi waxaan uga bari isagoo caafimaad qaba inuu ilaahay noo soo celiyo ilaahi waxaan uga bari afar sano inuu mar kale na hoggaamiyo ilaahay uga bari sabab go'aan uu qaatay cid bini aadan qaadan karto ma jirto dalkan xataa nimanka xalna ku jira ma ogola in maqaam la siiyo dadkan gobolkan banaadir inay matalaad helaan habeenka xala tagi bullaan ma ogola galbadigu ma ogola koonfur galbeed ma ogola habeen mala shigaada ad ma arta aniga aniga ma awdo ma ku shaqmay shanta maamul oo galmada ku jirta tan nimana wiya ma wallahi soo ogaan qor qor dacaw la tago leeyda matalaad ma la siya ma yuu kulay ma faan wax badan baa baay matalaad hadii timaado dad badan wax xisaabtan ya iimaane dadka meeshan degan xoolo ma dadka meeshan degan ee xuquuqdooda la buufsanay oo lacagtooda la isku cunay oo budlaan la siinay oo jubalaan la siinay oo galmada la siinay ashuurtan anaa ku xisaabtan goboladan wax leeyahay maadan aan wad qaybsanana ruurkii si fiican u dhigis waxa loo diiday matalaad gobolka banaadir iyo maqaamka gobolka banaadir xoolo la cunaan raba xoolo la cuno oo imaamul goboleedada cunaan ruurkii dhigis iyo madaxweyne intuu yimaado tuuga oo dhahay maamulka gobolka banaadir ma sameynayo ee taageera wajib waxa noocaas imaanay laakiin go'aanka uu qaatay go'aan geesinimo leh oo qofka muwaadinka Soomaaliga uu qaadan karo ayuu qaatay bal warkeyga si fiican u dhigis nin kale ma qaadan karo nin kale ma qaadan karo inuu saxiixo walaa horta ma taqaan yaadi baarlamaanka Soomaaliya hata wallahi oo billahi oo talaa su'aal laga weydiinay sa soo tumo taqaan hadda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo sharci kala duu soo saaray hadda hadda briswa hadda warqad soo saaray oo ilaa sharciyaas waa sidaas ansax saas moogtaan inda ma ogidi ma ogaan kartid man cudur iyo qabiilka buu hata ma ogaan kartid aqoon ma leh ara inta sanan siyaasada ku dhex jirin inta soo sanan shaqsha maxaa magaciisa abd qasim illa abtunoodan siyaasada ku dhex jirin baraad ana waxaan ku hadlana waa aqoon warqad garatay madaxweyne oo soo baxday cid bini aadan hor istaagi karto ma jirto baarlamaanka Soomaaliya hata kama hadli karo lama geyn lama hor geyn karo hata
وراب برامج الصومالي واحد وصان صحيح أيام مدحونا لوجي يوم صيان صحيح هدو دي ده مدحونا دبل لوجي صحيح لنا ساس موت هذا مدحونا أنت لوجي أيو دبل لوجي صحيح لنا ولا يكو علي هذا روح عن صصح الوركي سيف عون ليس الوركي سيف عون ليس وحو قاتي قوان قوان وحو قاتي ضد صوماليات أو لبن 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 حقوقه دي لوجي دوسي أيو قاتي هو لودوتشي أيو خات جو أنجيس نمله جو أن هدو كتر حتى مدحوي نمله الدون يا أغرب الله الدون يا أغرب الله ده الصوماليات ومسلم وحلال وقول له ده الصوماليات ومسلم وحلال وقول له قبل كان بنادر عاصمة دي أمضى الصوماليات أي تاي كل بن إن اللي يراد قل مدون وانوت بلدان نوع نوت كونفرق البلد وانوت مقدسي أنا غاحية كده عي دبات هاي ستة ده كم مقدسي معلوم دبات كوجي ما أنت مالنا كفي عن تاي مجرد إذا أمني يلا حقيقي شباب كيل بابي أودوا إني مجرد أن صقران كوي بسكول ده وتي نمك حوج والدنيا أنت رعت كأنه مسجود إيه بابي بل وركي سيف عونيس وركي سيف عونيس إن مجرد إن ما أنت نبطه إن ما أنت يكش أد إن الدار شذا صوص عطا بارلمان ككوي تمنان يكوي يالن دونان يكوي يالن دونان سده يتون حمنود الله عزيز الله ما الله عاود ضد بدن ننتي ضد بدن ضد بدن إيش غير على هذا ما يتر الناس برلمانك سك أنا قدومك معي وما سنت أما سنت هاي آدم خود تحجلنا ما دام داونيا شرفي إيتا إنا داوتي آدم كاجم هذا إلنا وعليكم السلام آدم كاجم هذا إلنا إنا عيسو قبر الصومالي الأضواء دمرك معه يعني وما سنت وما سنت سفيه تنكي مركب وحان ربا إنا أشياء واسك عدها مركب مدحويني محمد عبد الله فرماجو أو شعبك الصوماليات كل سونكو قبي دور شقف إي عود الرياديني فالوركي سيفا عندي يسو ما أنت أنا همينه إن دار الشدة صاصة أطع أنك الشعب إنه مثلان حلي بعنا ذا حرام جرجر ضرب حوج ودنيت برلمانك الصومالي صاصة أي وحيين جرجر أي ضرب أي حرام أي حوج ودنيت أو والله أي كان نجوم مثلا وريج كواد أي لوكر بيحدونا وريج كواد أي لوكر بيحدونا وكلسوني تي وبردت أي نيسن أنك كلسوني داس قمنا oo aan maalin walba leena xilibaano codkaaga cida aasiine oo mid aan naarta ku tagile oo mid aan jannada ku tagile codkaaga xalaasha cid ka siin leed lacag waa qaadash anna waa halaal lacag waa qaadash anna waa halaal maxay ilaah kuula xisaabtamay umadaas masaakiinta nin lu gooni oo badii gatay murkiis nin badii gatay oo dalkii gatay oo abtinoodan gaalo taageersan oo dowladdi Soomaali 24 saac dhibaato ku hay bal warkeeya si fiican u dhigiso madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ana haqiiqii madaxweynaha soo socdo 13 xilibaano aniga ana jeeb ku hay jeeb taabi mark itaari 13 xiliban tirso adig hada tirso ni waal raba dadka inay wax fahmaan moogt dadka inay wax fahmaan raba dadku inay wax fahmaan ayaa raba ninka wax fahmin iska kii daa wax iga faayid laakiin dadku wax fahmayaan la hadlay 13 xiliban ma yeesa 13 xiliban ininka ii tirin doona 13 xiliban way yeesin 16 xiliban allahu akbar washo waa iska farfayn 16 kiya waa qalbi harri waa iska cadda qalbi harri bal warkeega si fiican u dhigis 13 xiliban oo gobolka Banaadir 16 xiliban oo gobolka Gedaa meega iyeesa 29 iyeesa 29 waxaad ku dartaa dadka cadcadka ee maanta u jeedi barnaamijay xilibanadu waxaad ku dartaa ku riyo qoyga meega iyeesa 4 bal warkii si fiican u dhigis waxa iyeesa Hirshabeen oo aragtay madaxweyne Guudlaaw isla maanta soo hadlay waa madaxweynihii ugu horeeyay ee maanta soo hadlay ee yiraahda go'aan geysina wala madaxweyne Farmaajo garabkaagaana إير شبيل وإيه سا الله أكبر قلمي وإيه سا الله أكبر
كونفر قلبي ذو إيهسا الله أكبر وميخو بلان إيه اسكو درصد إيه جبلان اسكو درصد اسكو درصد إيه كوح اللي بانا إيه كوح سوتا اسكو درصد يعني دورني عيدك دورني ياو يا عيدك دورني أدر بالبهانتي فرما جواي ليلة كسي فرما جواي ما جرت عمر محمود يا الله الله أذكر ذلك أنا ما كان أغان إيه رأي هذا قف كيسك اللي يفهمون ما جرتين الله الله مرة مرة كان كره ليلة كسي يور سنجلي يور البهانت ليلة كسي يور سنجلي يور البهانت كره أنت كره ما جرتين كا عدد كين ميل جيست عدد كين ميل جيست أحمد دوبي وقاعدين عدد كين ميل جيست بس كده أرسل مرة وقيبي عبد الرحمن عبد الشكوري وقيبي شيخ شريفي ما يقو ما يقو سيكلتي هذا اللي كان مدعو ناس وصحوا بحرت كلية أقولهم وين أقول يستي مدعويني محمد عبد الله فرماج وحق مدعويني كلية كنا غنيه ما تلاد أسكوب كمان عندك هي أو مع زمانين مركب دغلا أسكوب ترتوري دغلا ساسكوب ترتور والله وبالله وطلع مدعويني فرماج أيام رجيني أنا لوكل ما دو إلى هذا وحان مرة ونربينا إلى جو أنكن جيسين هذا لكن أوري دوا ودم هتب هبتي أيو جو أنكن سخات جو أنكن الله بشرهين نكمل مركو دمنا يحال ربا نيوم يشان هذا ليبي وكل ليبي عربا إنا نكريش كي ليبي سحري ما الله دب الله من غكر خورنا لما أذكر قارئ هذا ليه دب الله علا شلال ماشي لكن كوي اللي كركو مجر وحلو قسمين هور الله صعب وعي قال لي ركستان يرتا ان غاري كو دقاق غاري لو دقاق وحال تغي بل وركي سي في عون دغيست وحال تغي غير حال مركو اصلا داروتك الله كومي سنه الى تيكو وما سنت ان حان ربا ان سي في عين دغيستين ليبي مركا غاري مركا غدال لو ميلي كرو او اديغو او يلان 200 كيلومتر لا سو جف شدالك كو جيرين 10 كيلومتر واه مركو حليني انت نو دوي مركو رونا شيغان انت دوي انت مركي لا عادي مغالده ما دوي اوغران 100 كيلومتر كدمن غاري وا جمر غاري شالكو كدما وانا جو دكي سله سعودي دلنياردي وحي يرادن وا لوغينا وحي يرادن دلنياردي وا لوغينا وي محلو قسبيني هي محلو قسبيني هي ان لوغاي مين لون نقض ماي مين لون نقض ماي بيم ماي عطم ماي قف كاسي نفتي سود وكبت بادي كرا يكبت بادني وحين دقائق كرا وقانك ودم يجي سن مدا كذا العبي أكو قصب أنت كذا بي أنت أسكوي كذا البي كريني عاد فين تلا صقة ذكاء إكاجي معان بضمت إلى نفط كويس وحين كم تاي وأنك يقدم بي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحو تلصعتي ومد الصومالي دي إلهي وحو آمن إلهي وحو آمن الشعب كالصومالي إدوى البقو كون إلهي إدوى البقو كون إلهي إدوى البقو حتى كتاير كاكي تقلي وأن كان إنا قادتي أو مغالي دا أدي كبرة كبر بارتي إنا متلات سيدو أو أي دات كاسي لبن أي مانتا أي كوغاتان وعرت بنام بحي مقالة مقدشو مانتا واد عرقتي أمين جيسو وعرت سوها اللي دقي قولك بناندر واد عرقتي إمام كي أبقال أوينا إمام كي أبقال مدلوت إمام كودي وعرت سعادك وروحوير هذا مقوم هذا إليه مدحوين فرماج هذا هو تاقيريا قوان في عانو غاتي قوان كودية شمودة قوان تاقير وين لوركي يسوا إمام كي أبقال أنا وراهم كوشة ماشى عنك أميسان قبيل واحد مات مدحويني محمد عبد الله فرماجو عاصمة دي أمد الصومالية وحي اللي سوقي وين نكان أنا وراهم وقع هذا نكان دي سيجو متلاد هي مقام قبل كان بناندر ويرانا يعني بناندر نوح نغندون تا ماشى هو أمن قبلا صومالي أفرت السنة إيش صعدت صومالي مقدشو وحي نغندون تا ماله هو أمن قبلا بلان إذا كأمن بالناس بلان تسجد إذا كأمن دونس سعى ما المحصة صعد ما هي لما تلاده هشي ضد قضاده هشي ضد حقوده أصعد إيه هشي ضد كان لبن وحي الله قبلنا برلمان كسومالي وقين لها إيه هلين آذن أقوم هذا إلنية مدحويني
محمد عبد الله فرماج حفظه الله وقول سنه لما كان جزيره كجر هل نقول عكم جر هل نقول عكم جر والله هل نقول عكم جر مدعوين الشيخ شريف حسن الشيخ غنيل وحشيق شن مرتضامر الوعلي مغامك يا الغربة متلادي يا الغربة مغامك يا الغربة متلادي يا الغربة مغام يا جروين جروتو كقدرنا سجل أبرتشونت كسومر فرماج ما سومر قبل كبنادي ولا تركوه دت كدقن أو دن قبل كبنادي على قولي أنت غفاضك كنا ولا خوي على قولي أي ما غفاضتي ليه غفاض لكن أبا أنا ما غنت دوان وقت دو بدينا دقنا ولا خوي دقم ولا بولا على قولي أنت دقم ولا خوي إيش كلينا بيكو شيء قولي الدقنك قولي الدقنك أيا أيا لسمي هذا أنسحل لي أباني شانس كويست أدر خيقوراها قفك الضوء ملو وعلي كفري بليس وكبريا يوعلي مجر مدحوين محمد عبد الله فرماجو سد حريقورا إيا تالي محلو ديبي الشيخ شريف برتو كورت حشان شيخ قالو ديبي سيدي كابتن كي جلس وقف سيدي كابتن كي جلس وقف لاستي وقدم بي مدعويني محمد عبد الله فرماجة لو ديبي بورتيري حقا لودري انت اللي قلي وقمات قوانك وقدم بي قادر هداد كفر حلين اي هداد كنح حلين مدعويني محمد عبد الله فرماجة ومدعويني هالصوص صعودة ودارت وقدمتك دارت كرسي إساو كفرين دون وحوكو إيمانيا أقون وحوكو إيمانيا دلجعين وحوكو إيمانيا حلبان الصومالية دورني ودورني مدحوين وقال مدل كان يدل كان إنه بالبادي ما أنت مغديش ماشي أي جوكتو وحكك عنكر حلبان الصوصة أكك عنكر ما الكفي عن جينكر ما آمن سني نين ما أنت حلبان أردي أما يوروب كيم أما أفريكيم أما آسيكيم وحلبان رادني إلهي إلسرعي إلهي إلسرعي إنا بيكو شيء أنا وكما هلي ما صلاتي عبد الرحمن عبد الشكور كوان معارض كا أو كي إلا يدي لي مرفلك ما أنا يي كيري وغوي قا أول يري فرماجو دول دي حلبان مركي لقي دي وحالي دقة العق بدنا هلي بقول بقول كنا هلي موشين ما نقول بدنا هنا كديار نرى أنك موشين نضرب سوي إلا سد حسن يبر مردويت أيوم نست سودا هي أو مشكل عقته مش وصص على موشين بدنا هنا كجينا سب نتاجر بكري وغوي قام ساكين كوا عسكرة بالور كي يصير في عنده كوا نوع عسكرة مصة مغنية وح إيمانية حلي بانو ريو غوي أصيدا وسير كوفا فين تكر وسير كوفا فين تكر نن أقون لي أو تيالي والله إني كان بيني شيء والله والله إني كان ولا صدى إني كان يريز الوزير بالفيل إني كان يريز الوزير كحينك يفاد ياسين أنت ولا صدى فهد ياسين ما أنتي مدحوين فرماجو كرسي كوفي دي سنة هدي تليها نبسكو دي فهد ياسين لقد قلت ما أنت الدل كان نبسكو دي هيركو كوفي حين هذا مرلا وحان اللو قوي نينا اللو ديبي انتاسو ودي أيانك بعدي هدنا وحلق دي كومي القار أيانك بعدي هدنا وحلو ديبي أوفيشاليس واللو قوي هدي فهد ياسين ومدحوين فرماجو مركو قبطو نبسكو دي لوري قلت ما أنت مقالي دي نوض السيسي كاميرا نقول لها ما عندها فرت اللي سجلنا تلفون هذا المجال هو اللي يسمع سكرسين تدلك حتى هيدا أنا وسود قعدت موجود جي بي إس وحليلة أي استعماله أنا أكل مركي اللي بعض يريد عند جنا التلف كا استعماله جي بي إس على سارة لما ركبت وحنقول الله يروم اللي هو يعني أنت بس استعماله بالور كي سيف عنده يس ري أفين كا وسي وسي كرفافين تأسهم أي حد جو ولا لا صدق إن أقول له أو تيله الصومالي ما ذكوه أنت أو هاللي نور شيء ما وسيرة الدولة دوم كاميرا دوك عرر كي هذا المعنى أنتو ورا قد يرسقرتو أنا أقول له ما جاء رئيس الوزراء وحرر وين أربعين نسيو أربعين تاسيرة صندوق بحيدة يا أرماس الصومالي غاليه ذي ما أنت شركة آنين أنت أسكو صاب سنة شركة أنت أسنو حريه وما سنت وسعر وسير سعرك ويدين
أو سي عرب أو حكى عرب أشرب سود أبراد وسير وحليني نوكي ساسي إن هذين ما هي سيد عليك جعشة يدك خالسي جعلي ما هي سلاس أنا كم ماها أنا وسيد أنا خوشة ما سلاس إد أنا وحسن ليك أرتن مرة دولد أنا ماذا بنانا نهاي أنا كم ضل كاني دت كان أنا أرتن وما سنت يا سؤال كلا غاب جسلم إن وريك عرب ماها على قرح سودة يقولي وحاربة سودة سودة أنا الله اللي سودة والله هو جيس جيس ولا صدق ضد بدنا ده كان أبان مدة كلا وحن ربعنا ينشوا هرت وحن ربع أري أن مر والبا أي هو يوين صوماليات أي مر والبي يجمع هذا إليا أن ربعنا نعوال كأن كي علي وحكم إذا قدومي ياش الدقمونك هاي ده سوحي ما لما ما حكم إذا وحي تري قدومي والله إني ما كان صاد ولا ليليس دولد أمي جدمي وهاي مريك جبت هذا دي ليسنس نيو والله أدي أركت ده قدومي قبل كي دولدي وحي ما أركي لأي قدومي ويا بنيت وحاد ما نو والبا نما كان كل ليليس ما ملكي قبل كي بنادر وماش كوي والله ولا يا بيت هذا هو يسوى هذا وحي ترين نم في عنات هاي والله هني صدلك وش غيني وقف كان في عنا ماي ما حد عي نما كوا عريا ما حاكو داعي والله ساس على يري ورك وكجر ويا وصح غيجني ساكي وحنا كل من رجع سميال وقبل كشقي أرتها سويدي وحيدين قدومي وصح لكن أنا هبلي هبلي هبلا بحاي مخ ده هاي كرو هبلي هبلا بحاي مخ دي كرو هذا أكيد دون مقال هذا وأنا هيل دون تاسيل هذا أبو هش هيل دون تا لكن قدومي ياش يدقمو ينكا قبل كبناد عبسي أي سوي جاد والله ما بيني شيء عبسي سوي جاد وحكم ده قاب كيلود اللي قدومي يدقم ده هذا كو إيوه قرحية ذا لامية ذا لقيه قرحية ذا لامية ذا لقيه أيه عبسي هذا سوي جلس مركب مدام وتارجت بلومي قرحينا اللامي الجلينيو وباورت جيت كمرة سي إمام الكساريين وكلو قرحينا يو هيجو أنسد إني دلك إسكاجتك أو دلك إسكاجتك ما هي حلال موري جينا يعني حلال كود يكو هاي إن الترك كره حستان ونكي ناقتي يورب جبتي إلى إيمو أما نكي تركيا نجوا نتوي إلى إنه كرف إلا أنا هذا نكى واحد وجيدا إنه تركي آدي أو تركي وكده جي صور الله جسوا قاعد قادم أنا واحد لاي قدومي دقيمة وردي لي أو عري أو عبسي شباب وكده قوي دي ما شو عري أي تركي جو ولا جسي تيجي تركي مرتوا سلاس قدومي هاش دقيمة ينقل قبل كبنادر في سي وضد البدين قار كمدة وقوي مادين ويبحيا أنا سو حقيقي والله وبالله وطلع رج أنكو كل صانع إيش الوكاس ويبحيا عبسي هالسوي جاري ويبحيان عبشيها سوي جهدي وما سنتها بشير وما سنتها وحان ربا مركا كوميديدا فيرنا وحان ربا إنا إني عدي قدومياشي دقموهينك أنا هروا إنك هو شيء أنا ما أنتي أنا محمد عبد الله فرماج أدعي وقبل كان بنادر المتلات سيو وحلو فرحة أو وناج ولا قط صماعين ها أنا جو هراء وحن كوش هذي قدومي ياش أنا قارك من الصحيح بذي واي واي سعرنا مجال ده والله مجال ده أسكو عرقنا غير هذا نيو والله هو واحد في عنا شكتا باش قارك من اللي قديش غير هذا مجال ده أسكو عرقنا إن وين أجين أنا أنا كل جنبين عونات ضد كيج يدل كيج وحلو قبني وهذا أركتنا أنا هذا أنت أسوق فاضي إني صوب بني هاي ذي إني كأريانك إني كأرجع إيه جبر هذا اللي حيسة برينا جبر كان ضويا سدى سنوذي إنا ندلك مساكين تأنيس وجود بيو أدي عونه مركا ما كدالي إنا ندلك كي يدك كي عاوي أو أن أشقي أنت أنجو ها إني ريو إني شيء قدومياش دقمونك وها كان صدي حلي بانو كتر سن برلمانك سومالي حلي بانو كتر سن برلمانك سومالي فرماج ما كان سن عمر فينش ما كان سن أوكي أنا حلي بانو إسماعيل وإتغانين أيها قدومياه الدقمة ذو ذجير جي أنا جي كو قدومياه الدقمة ذو ذجير أنا إيش غير لعكت الدقمة ذو قصة قال أنا إيشيا قشن كم شقي أمني كم شقي بروك يصير في عروس كم شقي يو نظافة إسكتاف ضل ودلي ضل أنتي الراب كده الدقمة دي ضل كل أنت ما
markaas xaafadii oo dhan barihii bulshada meel walba lagu qabtay waa booqan waay inuu u tago oo ciddaas u soo tacsiiyo way ku adkaatay isagoo marka hore kow ka cararay inuu tushuus ku furo oo dadkan ilmihii ka dhinteen iyo in la caawiyo iyo maamulkii degmada inay wax ballan qaadaan iyo ka cararay wuxuu ballan qaada aanin sababtoo xildhibaana meel u fadhiya maalin walba $1,000 bil walba $1,000 ama $2,000 laga rabaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya lacagta firi waa xildhibaan waan wasiir lacagta loo soo diro wuxuu qaataa 4,000 oo wasiire iyo 3,000 oo xildhibaan waa meeqa waa 7,000 7,000 ma taabtaan bil walba bil walba 7,000 ma taabtaan lacagaha kale waxay ka qaataan guddoomiyaasha degmooyinka aniga xildhibaan anahay wasiirna waana 7,000 ee laysiiyo akoonka igu dhacsa wallaahi ma fiiri laakiin guddoomiyihii degmada ee aan meesha geystay ayaan bil walba waxaan ku leeyahay inuu $1,000 ama $2,000 iisoo diro dhaqaalaha degmada anaa ilaan meesha geysto magacaawday sax qaabkaas u shaqeeya waxaan ihi hadda ka hor qaraxyadii magaalada batay meel loo taliyaha booliiska wuxuu iskugu keenay saraakiisha amniga uu la hadlay ra-iisul wasaarihii waa baxay xumar finish u tegey iyo taliyihii booliiska waa hadlay waxaa laga hadlayo adiga idaawanaya ana waxaan ka hadlayno ra-iisul wasaarihiina wareersan gobolkeena banaadiraa waalan waxaa laga hadlayo ma waxaa meesha olinaa ma hadalkaa ay qaab kale u sheegaan oo dadka iska gadaan hal ereyaa ku filan meeshaan wada shaqaynta la-aanta dalka ka jirta waxaa waaye degmadii iyo maamulkii wax kaloo ka jira mare intaas keliya iyo iska qancin laayiin guddoomiyihii gobolka taliyihii booliiska taliyihiina mas-uudda saraakiisha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaare rooble intaas iyakoo nina oo raga ayay wax iska qancin laayiin meesha laysku haysto meesha laysku haysto iska qancin laayiin meesha laysku haysto anaa sheego aqoona in ku kordhiyo waxaa idhi qaraxyadan laamiga la dhigaayo waxaa looga hortegi karaa shacabka degmada oo wada shaqeeya iyo maamulka degmada hal guddoomiye oo degmadiisa kamida kitaab jaamaca inu kugu maray shacabka ola shaqeeya inuusu jirin guddoomiye jacfar ayaa ugu waxqabad fiican degmo walba oo loo dhiibo wadooyin highway ayuu ka sameeya laakiin shacabka degmada wax xiriiro ka dhexeeya ma jirto isagay shacabkaas necbiyin laakiin ninkiis markuu degmadaas ka tago wuxuu u sameynayaa ugu yaraan 11 waddo tiitiimadu ka jafaya xaafadda wax fiicanuu ka dhigaa laakiin shacabkii intaas hadduu ku darsan lahaa hiira u noqon lahaa laakiin shacabku wada shaqeyn kama dhexayso waa ninka keliya ugu dhow waxqabad waaye aniga guddoomiyahan degmo ka ah laamigaygii firi yaa la dilaa waa aniga ninka la dilay nimanka shabaabka ay rabaan inay baabuurkiisa qarxiyaan waa aniga aniga shabaabka qarxinayo oo laamiga qaraxa igu dhigaya miyaan iska celin karin ila orere guddoomiye degmaanaha mahay aniga islaan masaakiino ama jidka mariso qarax la kulanta mahay aniga ninka qaraxa loo dhigay ee la rabay in la qarxiyo waa aniga nimanka ay qarxinayaan degmadeedii la joogaan waaye aniga inaan degmadeydii horaa in kugu sheegay aniga degmadeydii dowladda ciidanay u samaysay booliisa u samaysay nabasugada u samaysay anagana staff aan leh inteeni shaqo gooni ahayna 20 wiil oo degmada ku dhalatay oo degmada degan oo aniga intaan qoro nabasugudda geeyo lasoo caddeeyo dhorkoo bilood lasoo hayo lasoo xaqiijiyo ayaan waxaan u gadayaa qoryo iyo biskoolado waana soo sharciyeynayaa lacagtana anaa siinaya dowladda lacag ma siinayso hay-adda nabasugudda lacag ma siinayso gobolka banaadirna lacag ma siinayo anaa jeebkayga lacag ka siinaya ismaaciila maxaa lacagtas xagee keenaya dadka degmada ii ogol dadka degmadeeda ayaa ii ogol ganacsatada ii ogol markaan iraahdo ninkan ganacsatada maanta laga bilaabay dukaankaaga hortiisa anaa waardiyeyna dukaankaaga hortiisa haddii qof lagu dilo dhaqaalahaaga gooso haddii degmada hortiisa qof lagu dilo laakiin waxaan kaa codsanayaa inaan ila shaqaysi oo dhalinyaradaas aan shaqada u dirayo aada wixii aada awooda igu siin karta bishii meeqa awooda aniga niyo walaahi $20 aan ku caawin karaa waa maasanta ka qorto meel walba sidaas lacag u aruuriyo bishii 20-kaas wiil waxaanu heli karaa min $200 iyo $200 miday u noqoto degmaday baarayaan laamiyada qaar istaagayaan maxaa intaas isii dheer shacabka degmooyinka degan ee laamiga saaran qaraxa firi laamiga qaraxa lagu duugaya mataqaan meel cidlaa maaha haddan maan la weyd xildhibaanadii hore nimankii oo abgaalkaa qaraxa lagu lala beegsanayay waddada ay marayeen intaba waxay ahaayeen oo arta guddoomiyihii degmada kaaraana tegey waatan meesha dhigaan yuni firi
لاميجا بجاجة قدمسة تكان انت كيالا تكان كلا انت كيالا مت كلا انت كيالا ماشي الو آسا تكان كله سيو اركوي وي اركيانو مش شيء كلا اذا وش شيء سمجل هذا كار مال او قرح كان او ريلي هنتي تكان كي او ري بعض ماشي اللي قرح او ضدك كل انتين هنتي وحايرني هل سؤالك ويدينا انا ما يتغانا ما واسكابرا إنه عصانا إن سبور سانا إن دلنا يرد ورديق لي كل شانا ماشان خوب بباري ودميها جالي دانا صحيح ونن دلنا يرانا هاي أرجع ماشان ولي ودي لكرا أنا ولي ودي لكرا ماشان قرا حالة دي ده ده كل دمتي وبنا نروح فصل ده حفظ عمله كل دمتي قف كلنا وأخذ دعوة عمي تكان كجورتي سواء حيرني بعض المركز اللي دي جاي لبنان اسمه سأتير منه وكدم بي من وهريولا كبعض ديجي أيه هريولي بعد ساعة سهيد أفكوك بقعد تقولي أفكوك حلو ماشي دويل نكى كلنا وضبط صعدا نمكى مركي جد بين أيها الكاس سمريان أيها أنت دربي سو استاج والله هنا بيني شيء دربي أنت سو استاج أيها وحن كيف يريد ماشي دربي إيش هذا أنت دربي غري أنا مكى ويدي نمكى واسيس صعدا قرار السوفي رنا بعض الوردينين أنا قررت بعد وكشكيل لبعض النواعي بس كل صوت الدومك حوري إسماعيل إن هذا يروح عن كويدينا يوم عاوي يوم عا تليه سلقة ما غاني وحويه ما غاني شباب إنه قصة قصة ما غاني نمان كهل كاس جو إسكوس كاس موجود دعيدا كا حدا قطعه أنا سؤال اللي ويدينا وحلي ماشي الليلة وما سنتها نمان كأوى عرن بس كي دافلا أنا سؤال اللي ويديني ياكو تصيئي سيكو أركتئي أي أي ما نسوي ما أنا وحاسب لي بتأجج لي واسكش غي سنوي ما فهمت واسكش غي سنوي ده أنا يوحي لي سجارة أنا الحمد لله حدي أنك بعد رب العالمين أنت أسكلي وين أنا مركب حالي هذا مال أو تلي بوليس وكجل تلي نو سجود وكجل قدومي دمو وكجل قدومي كحين كأرمي بلشاد وكجل قدومي أمن جي سياسة دمو وكجل أو شعب كيس سومالي ده هيان مش شيء كرم وعي هذا نكاس من مكان مش شيء كلي بعده شو شيء له إذا رأي مالنا إير إذا الحيرة باش يقرح الله أقدر يقرأ مقرح لين ولا تقرأ بعده للسوق هذا بس كأنه نوم بتبادل بروك يريس يوعى نكوا عياوة لكن مركي قدومي هاد دق مده أو باور كل كاس كل دكتور أو نوال بالوردينا أو سق خلك أقوله ويراد من مقرس على مركي خرا أنا ما يتقنين إسماعيل سوما نكاس إلى صعصة طليه بوليس كده ما مقرنس الأمريكي أنا قال الأمريكي غرا أنا إصوا إتكلوا عن مجدتو إتسأل كويدينا مجدتو إتكو ده يعني كان حاجة كو أردت كويدينا مجدتو حدا أردت قشم بع ماشى سنين لقى حدا أردت الأمريكي إصوا تكأنه أنا الأمريكي هو قيبيني سنين تا ميتنا سميني دمرك هو يوينك ويري على ذا هو مغلسين ويلش إني حدي الشباب يهينوا حافظ الجوجات ضلك إيه ضلك يعني أنا كبر دباتن وعيا حد ويل الشباب هاد يقولوا جاكو وجو حد الشيء سدع شيء وغادني هرت ويل كاجا حدو قولوا كل الدقيني هاي أو قولوا كتير سين هاي قولوا جوا لقالوا وريجا عررت إيه أذي أذكره وعلين حريا استجنا دلتو كشالو حكومة إني كان حبش دينا لينكو حكومة تعيل ويل الشباب وضلك دلية حافظ كويس ويل كذا شباب مية ها هوي بكل جوا مية سوور كيس منو تسكرتا واكن هدو جوري ماذا حتى ما لو هست جوري هدو كوي ماذا حتى ما لو هست خايف فصح حتى جوري أقدر أتكع هذا مال أنا عايز سوور كيس على قدمي مرة ولا بالي جاي هيدا منك إلى برضه اللي جاي مرة لقبته ولا قمنا هاي ويل كذا شباب مية مية أما سنت هاي جوري هذي سكعت واحد شباب إلما كايجي جرمه أما سنت أضيعش أسكوير أيرد ويلش إني شبابك ماشان كجر اما ان كان مكان كان واديدين ما هنتدينا يقولينا كوينسين اوغاد وانا لا قبانيا حافظ دول قال كبلاوني ان كان العيا لين كو قري والينس شي على غري انت لا غرب دلينيرا ماشان لو قري غريي ايمانيه وي باريا حافظه باريا دلينيرده باريا ويل والبهران سي اي دي دي غينيا ولا صعدينيا ديبا لو سو دينيا شقه بلاوتي نلا شقه انتينا ماشي جوقت قف ادمانت او عكرتين أدي كرتين شباب حافظ دقنا ما خرح اللي مجرت أنا قلنا بركي وضغط مين ما خلصين قلنا بركي غرق
صوت هي أدي هذي صوت واكاس أنا وطن الأمريكي كان يسوي إكرتي فاتح والله العظيم أنت هسكو رماد شعب كي دقمد إمام الكي دقمد ووضع الشقينين الشباب كمركة شعب ككوين انتو يما دو قرح باع صوغة اللامي ديها لامي هريريز كالكفر ديست ومان تقدم في دي حتى ما قالوا ذا حمروينا مراي ميلا حرقانا اللي هو الفديد اللي بدو القبرة بلاميس قبر دي مركز سوك ويسكسو داهي سوك سوك ويلشي اذي وحقوق هذا تي ساعد اي حوغا نين حرقان لاك سيور جيد وشكي حير ان مكان وإلا ساعدا ما انتو نفع دي وحاجر ان مكوا شباب ايال نبسوك ذا اوي خان ميت كميدوا وحير ان يلو انا مكشكي ايا حرقان كي قرتي سفاليس سد حويلو بسكولو وتأفرت كون او صباح أول وضع خد قام آخر وقعد عليه كي قعدت أوصل إلى مدح الجوا قام آخر وقعد استاجي وريج ولا وريجي أنا قال له غنطلق صدها استاجي لي مش استاجي ويبارين تلفون ذي كقاعدين ولا حقيقي قبل يوعيين قبل يسوي عش قبل أنا سوين قبل يلا يغطي ولا حقيقي قبل يقول له لقيني يمكن قبل يلقي ما تغني عليها ما كي الحقيقي سو حبوذن تلفون ذي بربارين مسيجين فيني ولا إيش كمسح مانا ماش جوغا مركي ماش جوغا نيو حويل نيو نيو كان سعاد ماش فدين سعاد مركي ماش فدين ولا قشكي قف كميدو قرع استاد ماش هواي لما دين هرقا لو هاي بوكت قرع استاد ماش قف كميدو هواي وحاي الواب في عينيهم بقى لان يردي هدي بقى شاء قرع استاد اسبرتين واب في عينيهم دل كان وحو البو وحلو قبت بادي كرا ما ملك الدقموين كهراء شيء قول كان بلاند الامني ومبان دقمو الب إذا أمني إذا لقربا دلني رأي إني قرطان لقربا ورانا كحافظ ده دقني ورديق لي كل سقال بقول سقاشن وحي كده مي محمد سياد بربر بركي ااا وجامي كحيدة حافظ ده وحي نقطة تو قريه لنا كنعا قريه لوس البودة بركة الحراء هبين كد ااا هدي كبر نقطة ولا كفسنا هدي وحلا ولا كنعا باور لا برسنا يا محافظ ده إيمانه وحالي رسالة ملو جري كريم حاسم من أضياش حافظ دواشرين أبي إيو حال يري والله هنا بيني شيء وحال يري وكاغاد نو نوح كاغاد وحال يري صار حال من وجود كيما حسمينا وكان سال يروي إذا نسمي سينا أن إسك قرن العاد قولي ما قالوا قرن متخانة لبكون وش الصومالي لبكون وش الصومالي قولوا البلوخر إذا نلسمي كونا هب ما أنتي شقين كونا هبينكي باور حافظين الوضع مركز أود بيسي نمن توجا حافظين مركز أود بيسي والله وبالله وطلع هير وحا لقاري حافظها جرجين كنتي لو فرديستو سقال الساعة اما سدين ساعة حبينيو شكاس لو قاري احسوستا ايالكي انتي لو قري وقران شرقي لبعتني هايين لبالله يسدح سدح عمل اسكولي السعودين مر انتي كباحيان مر كوكل انتي كباحيان مر كو انتي كباح حافظي ساس اسو وريقيا مر ميليك اللي استاقين افرتكونا استاقين وحيوتين فرينبي او اسكو ييرين ايان او إيه كخابه وقام مركي لو مر اللي يري ماش سالش كوتها سدح مر مركي يري مين هبل الاسكوتها أفر مركي يري ماله غرغرتين هذا بيب بيب أما غلط وماشي وماله أوجين بيب 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 سدح مر وماله كله أوجين هذه واحد سمستين شرعية سمستين وحيابي سمستين بريه شبخي دخل وحيله كان سمين تقول بابين وليه ماشي كحري مدي الله ما همين كغبتين صباح مركي لصقع سوا معوس وتمشي كجرا وحول بارا سمين كرا دل كان أمني جيسو على سمين كرا لكن نمن عراري أو شواب كعراري أو هدن اللي يقدم ياجد موينكو أتقيان فيسي قاد فيسي قاد عن توكيو أسو عدن أنا حيلالك اللي قادن محيطة أنا حيلالك اللي قادن ورنيو ما عبصوتها شواب كعرارتها وما سنتا حيلك يسكري بس كباح تركي ما هي قروب هو إذا دارت حيو غسياني ماشي عادي أنا تركي قادت كيس ما حيو غسياني سو قدمي دقمد متي بس خالد وريج غفك على مقع عابي يا شغيني من شقيني أو أن كعب سونين أو أقل يطلع الإيماني حمر قدوم يالو حسو مري الشباب أي اسكو الشيغان والله وبالله وطلع قوم شوغانا الشباب اسكو الشيغان إيلا مي آدمين والله آدم هير وحال قاري كو أميرين الشباب إيالكي إني استقالان أولي ورنكاس إمبورتنتين اللوية أن سو دل تري أنا نكا رو تقدر أنا حافظ اسم آدي ماشي وابلاي كان عادنيو نيونا لقب حسنين او تاتي كبضا
oo qaabka u shaqeyn u shaqeyn oo hadii ku qabtaan baabuur cabdibilaa kugu meejidi mana meesha ma aadi karo. Shabaabkii ciyaalka shabaabka iyo amiirka isku dagaa heer waxaa la gaaray marka la yidhahdo ord meel hebel kale aad degmooyinka qaar shabaabka waa goor ma taqaanaa waa goor ma taqaanaa dowladdii sheekh shariif aan ka hadlanaa anaga oo shabaabku dalka haysteen ka war waqtigaas oo shabaabka awooda ay lahaayeen oo xataa oo ciidan xataa isu geli karaan ururkii sifa u dhigiso wallaahi billaahi tallaahi waxay ceeb ku tahay dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir in la yidhaahdo guddoomiyaashii degmooyinka ayaa cararaya oo ka cararaya dilal una cararaya turki ceebay ku tahay shacabka gobolka banaadir ceebay ku tahay cumar finish ceebay ku tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisa ra-iisul wasaare roble ceebay ku tahay war aniga haddaan cabsooday oo magaaladan ka cabsooday isqaaladan wareejinaya waa dhoofaya marka meeshaanaba aaday laakiin xilkii anoo hayaan waxaan aadayaa turki guddoomiyaha degmada wardiignay qarax ka hor turkiya aaday degmadan kama shaqeyn ugu yaraan lix bilood ma iska shaqeyn mana imaan way ka tagtay haddana nairobi aaday toddoba bilood nairobi kusoo maqnay degmada wardiignayna qashin iyo dhiiqo iyo dilaa ka socday xilka waa laga qaaday waa anagoo yaaban oo dhahna mara xilka laga qaado ruurkii dhigiso anagoo yaaban oo dhahana maa xilalka laga qaado ayaa waxaa dhacday in markii damaan qarax xoolo masaakiin oo dad masaakiin si dad kale loo siinay suuq bakaara loo geysanay la dhahay reehe balaatiin sacdaa tiin cuna xoolaan masaakiinta ma sacdaa loo keen sacdi dad kugu beela loo keen maxaa dadka magaca iyo qabiilka uga ciyaarasa ceeba ka dhacday in da xoolo dad masaakiina dad la siiyo in la yidhaahdo dad oo dhaqan oo guryahoodii saddexda waqti waxna in kaararkii degmada la siiyo ali jimcaale adi qaado axmed aawo adi qaado adi midkan kala qaado oo shaqaalihii degmada oo dhan qof walba ninku yaqaano gabadh walaashiisa u yidhahdo nahaydi soo doono raashin kaarkaana qaado oo dadkii aniga haddii gabadha walaashay ila dhalatay nimco aa iraahdo degmadan mas-uul ka ah raashin soo doono ciddaan masaakiinta buushka degan yaa wax siinay yaa wax siinay adan ku weydiiyey ilaahay wuxuu qadaray inay qarax ku dhaawacanto ilaahay wuxuu u qadaray inay qarax ku dhaawacanto markaas haddana waxaa la yidhi markaan ihi xilka laga qaado ee qaranka u dhaawacmay qaranka u dhaawacmay haddiiba xil lagu joogayo dhaga badan ayaa qaranku dhinta wiilashiisi iyo gabdhihiisi ma taliyaal ciidan laga dhigo juu iyo jahadiid dhaga badan iyo goobaale qaranka iyagoo u shaqeynaya la dilay cawil daahir salaad injineer yariiso ma ilmooda la siiyo darajooyin awaa dabira qaranka u dhaawacmay dada u dhintay dhaawacaba socotaadi maantana in la yidhaahdo xildhibaanaan raadinaya ama turkiyan aadaya waxay ceeb ku tahay maamulka gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliya shabaab ka cabsoonaya shabaab war aniga magaalada ana joogaan shabaab ka cabsoon wallaahi oo billaahi u tala inaan gaari ku socon ilaahay iga saray inaan biskoolada wada magaalada meesha rabaan tagaa wallaahi oo billaahi oo tala waxaan tegay biixaani waxaan tegay shibis waxaan tegay boondheer waxaan tegay kaaraan waxaan ka imid sanco shalay sancaadi sanco in aan ka cabsado haba ilaatay ma jirto barorkii dhigiso shabaab maahe jasiira kuu ku jira xataa ka cabsoon ma jasiira horteedaa mari karaa waxaan waa niyad niyad waa niyad dalkayga inaan u dhinto qarankayga u dhinto naftaana waqtigi wax ilaah ugu talagalay maray cid wax iga qaadi kartaana jirin naftaana cid iga qaadi karto maa ma taqaanaa gurmad qaran ninkaa nabadii nolola oo isagana social media isticmaala shabaab meedi uga tageen meed soo meedi ka tageen intay dhammaystireen intaa saxaabaday ku dhufteen waa qof walba waa ka xayi badan yahay waa aragtay ninkaas aan xamar isku arkinoo socdo oo shaqeynayo jini xildhibaan raadinay ilaahay dilaa dhinta intaa saxaabada intii lagu dhuftay jirkiisii keegi maanta waa isku mid sa hadda kahor waxaan weydiiyey walaa waa weligii waxba ma dareemu dha cuntadaan rabaa cunaa inteed ma iga xirma bal warkeyga si fiican u dhigiso maantana in la yidhaahdo tigidan fiisaan goosananaa turkiyan aadanaa annagoo xilalka hayaan turki ku baashaalanaa degmooyinkiina waa cilleynanaa shabaab dadka ku dilaan qaraxyada ha dhigaan waxay ceeb ku tahay maamulka gobolka banaadir iyo madaxweyne farmaajo anigu waxba ma qarinay cumar finishow gobolkan waa ku fashilmad wallaahi sadhicin taabidoo joogo wallaahi sadhicin yariisoo joogo wallaahi sadhicin madaalo joogo wallaahi sadhicin cumar maxaa lahay tarsano joogo iyo ninkii muxuu ahaa magaciisii geesiga isagana gaabnaa muxuu ahaa mungab ma dhicin inuu yidhahdo guddoomiye degmo waa iska baxaya cabsi aan u cararaya ma dhicin laakiin waxaan hayna waqtigaas
gudoomiyaal cabsooda shabaab ka cabsooday hoosh intii wadi waayeen isqaalada wareejiyood iska tegay goobaadii markay joogeen mungaab mungaab marka u joogay rag waxaa joogay isqaalada gudbay yiri ma shaqayn karno anaga waa taargada noqonay dhaara ibrana kaga dhigay maalin walba nala soo weerara bal warkeyga si fiican udhegeyso in maanta 2021 inay yidhaahdaan gudoomiyaal degmooyin magaalada muqdishoan ka tegaynaa xilka aan hayo gudoomiyihii degmada wardhiiley anoo ah aan turki ku raaxaysanaa turki turkiyan baashaara sawiraan gelgela oo iska wareega degmadiina roobaa ebar ka dhigay laamiyadii waa jabsiyiin meydka meel la geeyey maleh shabaabaa aqarxay ku duugay shabaabkaa ka carartaa dadkii dilaya xilkeena waxaa la joogaa ankara xagee ka dhacday weligii ma arag waa carara xilkana ankara war waxaa socda haddaad aragtiin soomaaliya waxaas leedahay mararka qaar rajeyr marka haddoo kale aragto madaxweyne farmaajo ereygeysinimo la qaadanayo 13 xildhibaanimo awood ku sixiyaay markaa aragto wallahi markaa meelaha kale fiirsan waa la yaabasaa war waxaa leedahay meeshaanu madaxweynaha baasha ka hayo baasha ma lagu wada wadi kara miyaa weligii ma arag nin dowlad soomaaliyeed ka tirsan oo dowladdiisa lagu qaafeynaya dowladda farmaajo ay u wareysay xasan sheekh doqon doqon walba xilku ka qaaday doqon walba oo gobolka banaadir xilku ka qaaday isagoo ku abgaala marwarkay dhegeyso meeqan inuu xil ka qaada gobolka banaadir waad arkatay waad aragteen malayn kaga sheekeynaya meel gudoomiyaala la cunay kaaraan waxaan xasuustaa 4 gudoomiye loo magacaabay xasan sheekh markuu joogay 4 gudoomiye wallah kaaraan kan laftigiisa ku jira oo intii laga qaaday lagu soo celiyo firaan baasha waxaa la rabaa in ruta la isku sheego sidee gudoomiye degmo oo degmadiisii dhimatay cid kula xisaabtama soomaali aniga maanta been makuu sheega ilaaha ii saalin maahe weli dalka inuu wax ka dhimanya waxaa ka mid a aniga maanta haddii meesha caliyare xilka loo dhiibay oo gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir wallaahi oo billaahi oo tallaahi dalka waa toosi lahaa ama xilka waa iska dhigi lahaa walaa cumar finish adar nagu kala wadaa dhiilaa nagu kala wada shaqo iyo dhiiqo iyo waxaas aniga uma joogi adar nagu kala wad aw gudoomiyaasha degmooyinka in soo fadhiista ilaa aniga xaqan unlehe gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadirana gudoomiye waa mahadsanta halkaan in soo fadhiista may maqlaysiinaha degmadaada haddii qof lagu dilo degmadaada haddii nadaafad dara ay noqoto haddii degmadaada dhiiqooyin iyo laga soo sheego musuqmaasu way wallaahi waygu billaahi waygu tallahi may maqle xabsiyaa gelay waana lagu xukumaa wixii lagu soo musuqmaasuka lagu soo eedayana hantidii wixiina dib aa u celinay aysan ahayn hadda xilka intas kadhi xilka intasaar aniga jooska iskale marka ismaaciil marka ah waa qiimeynaya meeshaan amnigeedu waa iska fiican yahay niyo dharko bilood iska sii joog waayaha gudoomiye waa qaatay diyaarana inaa amniga ilaa xoogaa degmadeydu iska amni waa laga yaaba moogta midda kale waxaan fiiriyey degmadeydii inay shabaab ka buuxaan oo wiig ama 2 week 3 qarax ay ka dhacaan ama meel lagu tuuro ama qarax meel lagu duugo gudoomiye waa maadsan tahay maanta laga bilaabay xilka waa iska dhigay tanki sababto ah xariga soo socda waa lagu xiraa qofkii lagu dilaa lagu haystaa 24 saac markii la yidhahda xaggee ka keena anigu taliyihii saldhigaba wax xiriir ma naga dhexeeya ma jiro nin walba oo la keeno bruufta markuu arkay iyo ciidanka sida uu banaanka u joogo oo u booteynayo xilka waaba dhigaba war aawa ninkaan dhahni war ninkaan hadduu maanta xilkan uu maanta ninkaan xil noo noqon lahaa wallahi gobolkan waa noo toosi lahaa caliyare ani ilaa hadda tallaabo uu qaaday aan maanta ku ammaani kara ma wahayo ruta markaa idin sheegay waa ninka keliya ee nabadii nolol aan ka sugayay booska aniga aan taaganahayna haddii uu ii galay aan isdhahayay isagoo kale waay markii idhiiso gobolka banaadir waa isku dhex yacsan yahay kaararkii dhacay dadka looma samayn kaarar cusub lama soo saarin shaqaalihii dowladda waa isku dhex yacsan yahay bal warkeyga si fiican u dhegeyso maanta marka haddii gudoomiye degmo lagula xisaabtamo degmadiisi oo la yidhaahdo niyahu waxaa lagaa rabaa nadaafad inaad ka shaqayso waxaa lagaa rabaa dadka masaakiinta inaad wax u qabato waxaa lagaa rabaa masaajidadii bilicdii inaad dhisto waxaa lagaa rabaa qofkii lagu dilo ama shacabahaada ama askari 24 saac haysataa askari iyo haddii dila shacabka inaad soo qabato shabaabkii ninka dilayna inaad soo qabato haddaa intaas keeni weyso 24 saac dilkaas adaa lagu haystaa xamar nina xilin kama qabtan waa lagu wakaltegina nin walba wuxuu dhiilaa iyatag ma qaban sababtoo xamar waxaa la rabaa wax la cuno maahe wax qabad lama rabo dhuuntaa la rabaa hadda gudoomiyaasha degmooyinka
inay cabsi u cararaan oo ay yiraahdaan anaga xilalkeena turkiyan ku maamulna. Waaye gudoomiyaalow, turki maa ka shaqaynaysay? Gudoomiyaha degmada shibis turki xaafad ka mid muu ka shaqayna? Gudoomiyaha degmada wariigley xaafad ka mid a oo turki muu ka shaqayna? Haddaad tagay maa xilka iska dhigtay? Adar ceebaa meeshaan taal. Laakiin qaabkii maamulka gobolka Banaadir uu u wajahayo waa sugi doonaa hadduu ilaahay raadi, waa sugi doonaa. Fiisaa la dalbaday, war maxaynu ku dhacay? Anaa waa cararnaa dalka cabsiyaa timi, baabuura qarax la iskugu xiraa, waa la isdilayaa. Oo adi saas uma shaqayn jirin miya? In la isdilayaa maada ogeyn? Shabaab dalka inay ku jiraan maada ogeyn miya? Hadda maa lagu sheegay? Hadda maa maqan shabaab inay dalka soo galaan miya? Shabaab inay dadka isqarxiyaan oo hoteelada galaan oo baabuur dadka qarax ugu xiraan oo ninkii mas-uul oo dowladda ka tirsan ay dilayaan, kii laami xaaqaya ay dilayaan, habarta qashinka aruurisa ay dilayaan, ka tukaanlaha ay dilayaan, macalinka dugsiga ay dilayaan, wada otogiisa la'aan ay u dilayaan, maogid miya? Nio, laakiin waa ogaayey xoogaa degmada lacag badanaa laygu sheegay. Ninkii xilkii ii dhiibanaya wuxuu yidhi maalintii subaxdii odhan ha tegin, galabtii hal mar tag, soo booqo, ka soo tag, saddex beri afar beri ha tegin, oo hoolaan ku mashquulsanaa iska dheh, lacagta way soo dhacee iyo soo dirkisteyd ayaa la yidhi. Xildhibaana yidhaahda aniga farmaajo ima dhihin, gudoomiyaha gobolka Banaadirna intuu ii wacay ima dhihin. Meeshaa isxisaab la'aanaa ka maqan, isxisaab la'aanaa wallaahi oo billaahi tallaahi ka maqan. Gobolkan Banaadir aniga horta midaan la yaab. Maanta nin dowladda ku jira oo mas-uula oo aan isleeyahay miyadiyuu ka hadlaa oo ninkaan xil loo dhiibay, maalintii xil la yidhahda gobolka Banaadir ha ka heshaa buruubruuf marka uu galo waaba yaabeeba. Oo ninka buruubruufta maa ku cusub, mise shaqaduusan aqoonbi qofka? Taytal markii lagu dhiibo mas-uul waxaa lagaa rabaa sidii kuwii hore wadada inaan raacay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aan geysanimo lagu qaatay inuu madaxdii hore raaco oo dalkaani dadkan gato oo wixii cararay iyo wixii kale uu yidhahdo ma maqlisin ceelasha biyaha hal dhaafo, dayni hal dhaafo, afgooy hal dhaafo, xabadaha ka socoto dhaafo. Yaa waa ninkan mareexaan dalacsii? Yaa waa kan meel walba u isdhiibi karo mareexaan u dhiibi kartaa? Taliyaha gobolka Banaadir u dhiib, taliyaha ciidanka u dhiib, taliyaha nabadsugudda u dhiib, meeshii adiga arabta mareexaana u dhiibi karta u dhiib. Iyo inaad dalkan iyo dadkan si daacada ugu shaqayso oo cadaalad farto, qabiilka ka fogaata dalkaagii dadkaagii aada caawiso, masaakiinta aada caawiso, ciidanka alla go'aan geysanimo loo qaato. Qofka waxaa la rabaa inuu go'aan geysanimo qaato, bruufta inay kula weynaato lama rabo. Ilaahay xilkan kuu saali, ilaahay ayaa xilkan kuu saali. Magac raadi, magac raadi, bruufta iyo kula weynaan, bruufta iyo kula weynaan. Gobolkan Banaadir maanta fiiri meesha ka dhisanaya, insha ciidan waa dhisan yahay, amniga waa dhisan yahay, hay-adda nabadgelyada waa dhisan tahay, booliisku waa dhisan yahay, xoogga dalka Soomaalida waa dhisan yahay. Bal fiiri wax hadda intaan hadda caawa in la hadlayo nabaddan yarta aan ku joogo waa ciidankii. Laakiin haddaan jidka maro dhiiqataa qashinaa dhex maraya, bacaa la soo dhiga xaafadan, xaafadan haddaan deganahay baca iyo jawaanaha habeenkii la soo dhiga. Waayo hadday ciidanku caawa dhan ay taagan yihiin laamiga qanaxda roodba ay ku socdaan, gudoomiyahan gurigiisii jooga naagtiisa la raaxaysanaya subaxdii markuu soo kaco inuu qashinka qaado ma hayno maya. Meeshuu dalka ka dhintay intaas. Ciidankeena waa shaqaynayaan, dowladdeena waa shaqaynaysaa, laakiin maamulka gobolka Banaadir dalkan ka dhintay, waa dhintay. Nin walba hadduu degmadiisii dadkiisa isla shaqayn lahaayeen, ciidanka degmada, shacabka degmada isla shaqayn lahaayen. Aniga hadda haddii la yidhaha degmadaana hadda degantaha wardhigley iyo degmada Boondheer la shaqee, Boondheer la shaqayn kara lama shaqayn karo. Laakiin markii la yidhaha degmadaana aad degantahay gudoomiye ka shaqeeya amniga degmada, waaye yaan kala shaqaynaa gudoomiye, adi maa kuusoo sheegaha lamarkaaga sii anuu nimankan cidna u sheegi maayo. Gudoomiyaha markaan wax yar helo inaan markaan rag ka shakey telefon dira ero gudoomiye maleebel aan taagana laba ninaan ka shakey oo maasan tax gii taagan halkaas tankii awra ma maqlisin ka gaara halkaas ciidan badan ka xista labadaas inoo laga shakeyna qabta marorkiisi facoonigiisu ciidankii iyo degmadii waa wada shaqeynayaan, cid loo baahan yaha ma jirto. Degmo walba markuu gudoomiyaheeda baaro oo xaafadihii uu baaro oo dhalinyaradii uu baaro wax loo baahan yahay kale ma jirto. Shabaabka laamiga qaraxa soo dhigay firi kaaga darna ceebta ugu xun ma taqaanaa? Ceebta ugu xun ma taqaanaa? Ninkii qaraxa meesha dhigay xagukii ma taqaanaa? Isla degmada wardhigley degan. Ninkii intuu qaraxa qaaday geeja ee la fadhiistay ee baabuurta mas-uuliyiinta qaraxa ku qarxinay wuxuu degan yahay degmada wardhigley. Kaaga darna degmadii ma laga soo qaban, guryihii lama baarin, dhalinyarada joogta lama baarin, nin walba wuxuu qabta lama sameyn. Firi barnaamijha lala yimaada, barnaamij hadaa la timaado ku hirgala,
dadka degmada hadaa barnaamij ula timaado oo ku hirgala lacagaan rabaa markaa tiraahd caawiye amniga degmada waa xumaaday laamiyadu waa naga jabsiin aan isan degmada markaa tiraahd war nin fiicanaa taa lagu leeya waa lagula shaqeynaya waxaa laga yaabaa inay ganacsatada dhan ay yiraahdaan manaan shiranaa guddoomiye kula soo hadlanaa ay yiraahdaan ma maqlisiin degmadan amnigeediyaa la sameynaa wixii lacagaan aruu jirno dhan 10,000 oo doolar guddoomiyaha u geyno dhalinyaradaas ha ku shaqaalaysiiyo degmada wax uga qaban karaan oo qabto ganacsatadaa soo tashay maxay keenay inay tashtaan markaasi walaaltinimo ula hadashay waxay yiraahdeen inay caruurtaa noo degan amniga rabnaa shabaab xaafadda ma rabno qarax inuu ka dhaco ma rabno in dad lagu dilo ma rabno guddoomiyaha aan la shaqeynin cunug walba oo shabaab cunugiis u jirana ha gudbiyo kii hadda jooga magaalada ku dhuuntana ha sheego aan amniga degmadeena ka shaqeynin degmo walba markay saas noqoto dalka waa nadiifsanaa xaafad walba interloga la saaraa laamiga la iskugu imaanaa xaafadan markii interlog la saaro oo degmada fiilig wardhigley iyo howladaga isku dhiganta xaafadan hadda oo maxaa la yiraahdaa laamiga mareexaanka interlog markaa saas u saarto qaybta howladaaga geliya halkaasa ku hakini howladaaga kasii qaadasa ilaa xaafadaha sii gelinaysa waxay noqonaya marka wadadan oo wardhigley oo nadiifa ilaa howladaaga nadiifa guddoomiye degmo waa isku tashanayaan laakiin waxaan runtaa inii sheegaya wax wada shaqeyna oo gobolkan banaadir ka dhexeeya cumar finish iyo maamulka gobolka banaadir iyo shacabka gobolka banaadir wallahi wax ka dhexeeya ma jirto cumar finish isagoo baabuur lagu wado kamera laga dabwado magaalada imaanaya qubeynayo iskana tegay wax ficilo mare war aniga sharafteeda see loogu ciyaara hadda magaaladan bili xumadeeda waxa dhacay oo dhan cumar finish inuu noqonaya mooyi tarsan iyo cumar finish hadda maanta markaa inii ammaano tarsan waxyaabo xataa maskaxda iska keen nalkaan cadaadda ku qashaqeeda isaga keen taraafiladu xataa maalin ku dhijiy markaasu maantan iska shidin isku day alay isku day inuu qofku wax isku dayi karo cumar finish waxaa ka maqan war kuwaan god kula aadi maayaane ku shaqee xataa xilalkaa ka qaadan ku shaqee waxa tiraan wax qabta war qashinka gura war xaafada qashinka qaada war xaafadaha interlog geliya war meelaha boolada oo wasaqdii urka dadku shubay xira interlog saara xaafadaas ku shaqee ma jirto isagana kuma shaqeynayo nimankaana xildhibaanaa keensada waxaa iiga daranba markii aniga la ii sheegay ilaa 7 guddoomiye degmo niman aan dowladda taageersanayna keensado xildhibaanaa wallaahi oo billaahi oo tallah 8 nin oo la ii sheegay oo xildhibaanadii keenay kamida mid aniga beesheeda kamida aniga xildhibaan aniga beesheeda kamida dowladda taageersan ayaa guddoomiye geystay meel hebe iyo xaq kale anaa xaq kale iyo xaq kale wiilkaas kale oo nabadii noola xaq kale waxaa la rabaa in loo dhiibo qof dowladda taageersan oo qaranka u shaqeynaya marka meeshan ceeb badanaa taalla laakiin maalmaha soo socda waxaa inii soo gudbin doonaa inta guddoomiye ee dhooftay oo degmooyinkooda ay hawinayaan inta guddoomiye ee dhoofta wallaahi oo billaahi tallaah waxaa lay sheegay most of them NVC u soo baxay laakiin loo wada joog turkiga ay degmooyinka rabaan inay ka dhisaan kuwaan waa naceen turkiga ka shaqeynayaan xililkooda ii ku hay ayaa waxaa leeyahy guddoomiyihii degmada xaafad turki guddoomiyihii xaafad turki kulligood halkaas wada aada insha allah haduu ilaahi raad laakiin waxaa inii caddaynaya dalka rag waxaa imaan doona inay ka yeeli doonin inaad ku ciyaartiin inaad lacag iska qaadato dadkana la qarxiyo adigana cabsi aad ka cararto degmadina wiil dhalinyara oo waxbarto adiga ka aqoon badan lagu dhex dilo aadan xataa soo qaban nimankii ma dhici doonto wallahi wax yaraahray wallahi waan dul qaadanaa laakiin uma dul qaadan doono in degmadaydii nin intuu iska dhigto xilalka gurigiisa joogo wallahi sadhicin oo billaahi isu dhicin otullah waa ku dhimanaya waa ku dagaalamaya inaysan dhici doonin ina inta gurigii xil layskala joogo layskala baashaaro annagana dhibaato iyo shabaab iyo wasaq iyo dhiiqo degmada in noqto ma dhici doonto insha allah wax ilaa dhiman shacabka soomaaliyeed ha guuleystaan barka waa maasantahay wiilkaasoo kale wiilasha ugu shaqada fiicnaa waay wiilkaas degmada hodan lagu dilay degmada hodan waxuu ka qabtay degmada ugu baaxadda weyn ugu dhaqaalaha badan waay waxyaabaha uu ka qabtay you can't imagine wallah waxyaabaha ay dadku ugu banaan baxayeen waxaa kamida in xataa uu habeenkii wareegi jiray wallah weli ma dhicin sidii maxamed cabdullahi farmaajo u yimi hal guddoomiye habeen wareegaya ma dhicin shiishaday soo cabaan liiday tagaan
dhowr saacadood markay soo baashaan guryahooda yimaadaan. Laakiin ma dhicin guddoomiye degmadiisi ku wareegay habeen soo booqanay, ma dhicin. Guddoomiyaha degmada hodan waa allahu naxariista, guddoomiyaha degmada hodan ayuu ahaa allahu naxariiste. Markaas oo hadda oo la dilayo degmadu ku socday saacadda la dilan waa aragtay, ma dhicin mana soo marin dalka. Wallah aniga kuwaan dhaliili jiro kamid ah, waxaan ku dhaliili jiray meeshaan maalin walba la tegayo ee hanta ee biyaha fadhiyaan bulaacadda sameyan ka waay dhowr mar, xataa waa arkay inuu meeshaan iska sameeya waa sameyn kartaa. Ganacsatada oo hoteelada lacag soo qaada waniga dadkan dad wada xanuunsan waa dad aqoonaan lahayn waa. Guddoomiyihii degmada wardhigley Deeqo Cabdiqaadir marka uu joogay madaxweynihii kan ka horreeyey shekh marka uu yimid xaafadeenii oo dhan titimaa dhagaxaana buuxa, xaafadihii dhagaxaanta yaalina waa ka qaaday, titimadii waa gurtay, hayweeyey saartay wado walba bacaad ahayd way ka qaaday, bacaadkii jaaya ka dhigtay jaaya saartay. Calaa guri meeqa laga qaaday? $100 laga qaaday calaa guri, $100 bixiya lahay dadkan waxba haysan, imi ka tegeysa intaas oo kun oo dollar ka aroosi, intaas oo kun ee ka aroosi. Waqtaas maanta wardhigley sideed kusoo noqoto qashinkeedii wadooyinkii xirmay jingadihii iyo titiimadii firgadii la timi ayaakumada waxay markaan la yaabo xaafadii lacag la weydiinayo war maamul gobolka Banaadir maa ka qaadi, waxay tiri guddoomiye maamul gobolka Banaadir ma weydiinayo mana weydiin doono. Waxaa ugu filan shacabka degmada, shacabkan lacagtii u taageeraanayaan amni iyo wadooyin ugu sameynaya. Wardhigley waxay noqotay shacabkan lagu jiido, meydkooda lagu jiido. Waa nimanka inay sheega hadda yidhaahdaan ma aadin wardhigley ma tegeyno, wallahi ana tegeyna iyo billahi ana tegeyna degmadii ka dhaaftayna gabarahan waxay ka ahayd guddoomiye degmo. Marka waxaa inii sheegayaa guddoomiyaashan degmooyinka dowladda ma taageersana, ragaa meesha geystay, ragay u shaqeeyaan, xildhibaanaa geystay, xildhibaanaa meesha ku haya. Maanta wiil soomaaliya oo b h d oo wax bartay ee nabadii nolola ma tegi karo degmada uu ku dhashay, ma dhihi karaa lay dhiibo. Ninka haya waa ka aqoon badan yahay, isku qabiilna waay, cid u dhiibay male. Anigaana ay taqaaniin oo sidaas dowladda u jecel, allaha u naxariisa yariisa u tegi. Wallaahi oo billahi nabi nishig hadda ka horna waa nishiga laba xildhibaana ay wuday, midna abtigii waa midna saaxiibkii waa, laakiin nin igu cida maahayn, maxaa yeelay saddex ninna mucaarad waay, midna naagta uu qabo walaaladeedu shaqo geeyaa, cid kale shaqo ma geeyo. Beel iyo maba yaqaanin waraa iga tagu kuleeya beesha anima beel ay doorto xoogan ku imid iga tag. Waxaa leeyahay wuxuu jeeyey inaan keeno xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, aqoon iyo tayo iyo shaqo midna ma jirto. Waraaqadaha wadata dabada iska geli, cid ku siina ma jirto. Dhalinyaro wada b h d oo wada aqoon yahana oo degmadoodii ku dhashay oo degmadoodii degan oo aabbahood la degan oo maanta danaynaya inay degmadoodii guddoomiyaal ka noqdaan oo public administration bartay, firiya public administration bartay, maalintii bartay, mayaalee may xildhibaankeenso warani xildhibaankiiga waa taqaanaaye, ani xildhibaankiiga ma taqaana, maha salaad waaye maha salaad ma dowladdu keeni karaa. Ana xildhibaankiiga waa taqaana odowaa waaye odowaa ma u keeni karaa dowladda, waa may xagguu marka shaqo keenaa markii dhiis aw xagee shaqo keenaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hero noqon lahaa, hero noqon lahaa wallah. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii 2018 nin oo nabadii nolola gobolka Banaadir loo dhiibi lahaa, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lafihiis u dhuuqi lahaa. Dadku waxay dhihi lahaayeen nio qarax goorma ugu dambeysay, nio qarax ma xasusataa? Haa wallaahi oo billaahi oo tallaa nio 8 bilood ma kasoo wareegtay, mise 7 bilood saxiib ma xasustaa? Mar baawur xildhibaana qarax loo dhigay uu ka badbaaday, markaas xamar ugu dambeysay 8 bilood xamar qarax kama dhigay oo miina meel la dhigo. Warniyo dalka amniga noqdo haddana markii ayaan la joogo, warniyo sanadii 5 bilood la maraay amniga maxaa dhacay? Maamulkii gobolka Banaadir iyo hay-adihii ammaanka gobolka Banaadir wada shaqeynaya, maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adihii ammaanka iyo shacabkii degmada wada shaqeynaya, amni wada jir wa hay-adihii ammaanka, maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka waa amni wada jir. Shacabku waxay bilaabeen inay yiraahdaan marka kalsooni haysta waraa gurigaas halkii shabaab ku jira, maa salaamu hay walaalkaa waraa inaa halkaas ba wax kugu jiraan dhigay ma ogi, waa laga hortegayaa waa la qabanayaa maalinta dambe isagoo haddana dhigay ayaa lagu qabanayaa biskoolada dhab waa la qabanayaa.
waxay noqonayaan dalku in la isweydiiyo amnigiisa. Laakiin rag maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka hoos baxday ragga markuu guddoomiyihii gobolka geystay uu isiri ninkan wax fiicanuu kuu qabanaa. Taabid wuxuu keenay 12 qurbo joog maalintii ugu yaabka badnayd xamalaan joog 12 qurbo joogan ka tegey doo taabid oo mashaa cabtaa ibraad maxaa dhacay aw dhalinyaradii wax bartay oo dalka joogay wax qabanaya nin qurbo ka yimid muxuu degmadan ka yaqaanaa kaaraan adi isweydii muxuu ka yaqaanaa 30 dalka ma imaanba waa ninkii ayaan dhood la keenayay ee majarteen loo dhiibay degmada cabdicasiis muxuu ka yaqaanaa muqdisho xataa weligii sameyma war meeshaan waa la iskaga ciyaaraa maahe meeshaan haddii intaas ay toosto soomaaliya waa toosi laakiin lama rabo inay toosto meeshii xildhibaanaha ku ciyaaray xildhibaanaha ku ciyaaray madaxweyne anagoo ku taageersanahay xildhibaan ismaaciil aanahay madaxweyne anagoo ku taageersanahay booskaas aan leeyahay xilka laga qaaday waaye degmadii ninkaas waa urtay waa baktiday shabaabaad qabsaday fiirada laakiin waxaa inii rajaynaya insha allah ama inii sheegaya in maalmaha soo socda ama bilooyinka soo socda gobolkan banaadir uu isbedeli doono insha allah hadduu ilaah gobolkan banaadir isbedel ayaa imaanaya bixitaankooda marka uu yimaado gobolka banaadir waa la socdaa cid walba waa lala ogyahay degmooyinka ure waa la ogyahay insha allah isbedel aada u weyn soo socda isbedel aada u weyn ayaa soo socda insha allah waa rajaynaya in madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo lugaha laga dhunjin doono oo wallaahi taalo loo dhisi doono waa rajaynaya hadda wax walba waa saxmeen lacagta ciidanka waa saxmeen shaqaalihii lacagtooda waa saxmeen ciidankii gorgor iyo danab iyo haramcad iyo waa la dhisay hadda maalmida haramcad oo intaas ukun ah xariga laga furay firi adig burunda ma jirto oo noo imaanaysa uganda ma jirto oo dalkan imaanaysa kuwa ka baxa maahe ruurkeyga firiis waxaa la dhisayaa ciidan tayale bisha casi laanqeyr casi wax la yihahdo ma jirto marka insha allah haduu ilaahdo gobolka banaadirna waxaa u rajeynaya guul iyo mustaqbal wanaagsan inay qeyb ka qaataan dib u dhiska dalka. Maanta meeshan gobolkan uu ka baktiyey waa guddoomiyaasha degmooyinka weligay ma arag niman ka foorxumo badan niman ka wasaq badan niman ka lugooyo badan niman ka xaasiin badan oo soo maray dalkan wallaah dowladdii sheekh shariif guddoomiyaal degmooyin oo shaqeyn jiray iyo kuwaan markaa isku fiiriso habeenii maalina kaliya kuwaasoo waxba qabanayn habeenii maalina kalahay habeenii maalina kaliyan habeenii maalina insha allah haduu ilah yirahdo guulaa inii rajeynaya qeyr baa inii rajeynaya insha allah haduu ilah yirahdo waan guuleysanayna ciidankeena waa guuleysteen dowladdeena waa guuleysteen madaxweyne farmaajo waa guuleysteen shacabka soomaaliyeedna waa guuleysanayaan maamulka gobolka banaadirna isbedel ayaan ka rajeyn doonaa isbedel oo la taaban karo ayaan ka rajeyn doonaa haddii kuwaan baxaan ilaahayna ma ninkiin soo celiyo guddoomiyaasha degmooyinka ilaahay ma ninkiin soo celiyo turkigiina iska aada shishadiina halkaas ku cabe guul baa inii rajeyna qeyr baa inii rajeyna haddaad igu cusub tahay mar kale mar saddexaad youtubeka subscribe saar gamaleelka furlegna saar maxamed cabdullahi farmaajo guul geesi dhale go-aan geesinimo leh waa kaaga mahadcelinaya madaxweyne bye bye.